كده كويس ولا لا؟ هل الصوت واضح؟ تمام دكتورة، تفضل. تمام. طبعا انا ممتنة جدا ان انا موجودة مع حضراتكم النهاردة في اليوم الثاني زي ما دكتور علي قال لنا في البرنامج الخاص بقواعد التأهيل الدبلوماسي والقنصلي، واحنا النهاردة المحاضرة بتاعتنا هيبقى متعلقة بقواعد ومهارات كتابة وتحليل المقال السياسي. هستأذن دكتور علي إن شاء الله هيبدأ معانا بس بعرض كده خاص بالمحاضرة بتاعتنا، وإن شاء الله النهاردة تبقى الاستفادة قصوى ونقرأ في كل اللي احنا محتاجينه في إطار كتابة المقال السياسي باللغة العربية، سواء للسادة الدبلوماسيين أو حتى لو معانا شباب وطلبة، وهنعرف دلوقتي إن شاء الله ناويين إن هم يلتحقوا بالسلك الدبلوماسي أيا كانت الدولة المنتمي ليها. فكرة الكتابة الأكاديمية أو الكتابة السياسية هي متطلب أساسي في كل الامتحانات المتعلقة يعني بالالتحاق بوزارات الخارجية العربية. فأنا هستأذن حضرتك يا دكتور علي لو هنبدأ بس الباوربوينت. تمام دكتورة، لحظات إن شاء الله وسوف أعرضه. طيب لحد ما دكتور علي ان شاء الله يعمل لنا شير بس للباوربوينت، انا هعرف حضراتكم سريعا كده. انا دكتور لبنى غريب مكروم، مدرس العلوم السياسيه بكليه السياسه والاقتصاد جامعه السويس جمهوريه مصر العربيه. انا حاصله على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم السياسيه تخصص قانون دولي ومناهج بحث تحديدا من سياسه من كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، وحاصلة على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وده آخر مؤهل يعني أنا حصلت عليه بعد الدكتوراه. خلينا نستأذن دكتور علي برضو لحد ما يخلص كده. أنا كنت حابة برضو أعرف حضراتكم سريعا كده التخصصات بتاعت حضراتكم، المؤهلات بتاعتكم، علشان بس أبقى قادرة إن أنا أوصل المعلومات في الإطار أو السياق الصحيح بتاعها. فأنا هستأذن بس حضراتكم هنتعرف على بعض سريعا كده، كل واحد هيفتح المايك هيعرفني بس باسمه والتخصص أو المؤهل العلمي اللي هو حصل عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور عبد السلام الكردي، متحصل على ليسانس قانون من جامعة نالوت في ليبيا، ماجستير في الأكاديمية الليبية في العلاقات الدولية، ماجستير في القانون العام والسياسات الاستراتيجية من جامعة ليل بشمال فرنسا، دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة ليل بشمال فرنسا. أيضا أستاذ مساعد بجامعة ليل، وفي نفس الوقت أستاذ بجامعة الزاوية في ليبيا. أتمنى لكم من كل التوفيق إن شاء الله. أهلا بحضرتك يا دكتور، اتشرفت بحضرتك. اتفضلوا مع حضرتك. سهيل يحيى العرجي، أنا طالب في قسم العلوم السياسية من اليمن جامعة صنعاء. تمام، أهلا بحضرتك. أنا نسأل. أنا طيب بعتذر ايه على التأخير دكتورة، لكن في مشكلة ما يبدو، فأنا بحاول إن شاء الله في أقرب وقت أن أعرضه للزملاء. انا مع حضرتك. طيب دكتور استاذه فاطمه، في استاذه صابرين، في استاذ يوسف تقريبا، في دكتور علاء الدين على ما اعتقد. انا مع حضرتك، اتفضل. دكتور لبنى، أنا دكتور فاطمة، حضرتك سامعاني؟ سامع حضرتك كويس، اتفضلي يا دكتور. دكتور لبنى، أنا دكتور فاطمة، إن شاء الله اللي عندي بإذن الله السيشن يوم الخميس اللي هو هدرس مع حضرتك بإذن الله المحور الخاص بكتابة المقال السياسي باللغة الإنجليزية، فكنت أهلا حابة. أهلا بحضرتك يا دكتور.
اتفضلي يا دكتور. مع حضرتك كنت حابة ان انا احضر عشان كنت عايزة اشوف، يعني انا طبعا حضرت الماتيريال بتاعي والباوربوينت وكل حاجة، لكن كنت حابة اشوف حضرتك هتتناولي ايه النقاط اللي حضرتك هتتناوليها عشان ابدا ان انا ما يبقاش فيه تكرار عندي في السيشن ان شاء الله. وطبعا اكيد هستفيد طبعا من حضرتك كتير يعني. ف طبعا من اتفضلي يا حضرتك دكتور. كده. لا ان شاء الله انا اتشرفت بحضرتك جدا، وان شاء الله نكمل بعض، وان شاء الله هم يستفادوا بشكل كبير يعني من السيشن بتاعت حضرتك ان شاء الله، والسيشن اللي هناخدها النهارده ان شاء بإذن الله. الله بإذن الله. أنا يا دكتور معايا البكالوريوس حصلت عليه من جامعة عين شمس، برضه عشان هم نتعرف على بعض يعني، والماجستير حصلت عليه من جامعة القاهرة، والدكتوراه في اللغويات علم اللغويات التطبيقية من جامعة حلوان بس. وطبعا أنا بشتغل كمان غير التدريس حاليا مدقق لغوي في عدد من المجلات، يعني مجلات بره مصر ومجلات بتنشر داخل مصر يعني. شرفت بحضرتك جدا يا دكتور. أنا أكتر يا دكتور لبنى، أنا أكتر، وإن شاء الله سيشن موفق لحضرتك بإذن الله. يا رب ان شاء الله. دكتور منيا، دكتور علاء الدين. نعم، السلام عليكم. دكتور علاء الدين عفارة، سوري مقيم في ألمانيا، إجازة في علم الاجتماع من جامعة حلب، دبلوم دراسات عليا وماجستير ودكتوراه من كلية الاقتصاد باختصاص دراسات اقتصادية تنموية. الاختصاص الدقيق هو السكان والتنمية. وأشكركم. أهلا بحضرتك يا دكتور. شكرا. أستاذة صابرين، السلام عليكم. صابرين يوسف من بغداد، ماجستير علاقات دولية بالمرحلة البحثية حاليا، وموظفة بوزارة العدل العراقية، ويعني جدا سعيدة أني متواجدة ويا حضراتكم. أهلا بحضرتك يا دكتور. طيب في حد معانا تاني؟ اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سير صافي، دكتور في القانون العام للعلوم السياسية، حاصل على شهادتين، ماستر الدراسة الدولية والدبلوماسية وحقوق الإنسان وقانون الدولي الإنساني من جامعة محمد الخامس، محاضر معكم في هذا الدبلوم، آخر محاضر في هذا الدورة في أكتوبر، يعني اليوم الأخير معكم اليوم موجود للاستفادة من يعني من محاضرتكم. شكرا. العافية دكتور، تشرفنا بحضرتك، وإن شاء الله يبقى ختامه مسك إن شاء الله يعني. إن شاء الله. شكرا شكرا. دكتورة لبنى، ممكن أنا حطيتك الآن كمضيف لأنه أنا ما في خيار بأن أعرض الباوربوينت، ممكن أنك تعرضيه؟ لأنه أنا حاولت للأسف ما زبط معي. طيب أنا هحاول برضه، عشان أنا المشكلة كلها إن أنا داخلة من الموبايل بس. ثانية واحدة حاضر. تمام، إذا ما في طريقة ممكن تحاولي فيه ارجعي حطيني الهوست لو سمحتي دكتورة. استنى
دكتور، هو انا للاسف يعني في الشير اصلا متظاهر عندي الميتنج نفسه على زوم عشان تمام اعمل عليه. دكتورة، حطيني الهوست لو سمحتي. انا رجعت حضرتك تاني هوست. تمام إن شاء الله، أنا إن شاء الله سأحاول بأقرب. ممكن أن تبدأي في المحاضرة. احنا هنبدا لحد ما حضرتك ان شاء الله تعمل لنا شير. إن شاء الله تعالى. احنا موضوع المحاضرة بتاعتنا زي ما حضراتكم كلكم عارفين، احنا هنتكلم عن قواعد ومهارات كتابة وتحليل المقال السياسي. انا طول الوقت بحب كده ان احنا لما يكون عندنا سيشن او محاضرة ايا كان، ان احنا نبدأ بحاجة اسمها ضبط مفاهيم. يعني ايه ضبط مفاهيم؟ انا بحاول بس بقدر الامكان ان انا ابقى عارف اصلا ايه المعنى المقصود من موضوع المحاضرة نفسها. فلو انا بتكلم عن قواعد خاصة بالكتابة المقال السياسي، فانا في اطار الموضوع ده هيبقى عندي مجموعة من المفاهيم المرتبطة بموضوع المحاضرة بتاعتي. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نبقى عارفين ايه المقصود بيها، علشان لما ندخل بعد كده ان شاء الله في الخطوات المرتبطة بكتابة المقال السياسي، ابقى انا خلاص اوريدي عندي خلفية عن المفاهيم اللي احنا بنتكلم عنها. طيب في إطار موضوع المحاضرة بتاعتنا، أنا عندي تقريبا حوالي 5 مفاهيم رئيسية. عندي مفهوم متعلق باللغة، وعندي مفهوم متعلق بالبحث العلمي، وعندي مفهوم متعلق بالكتابة الأكاديمية نفسها، وعندي مفهوم متعلق بالتحليل السياسي، وأخيرا طبعا في إطار الموضوعات أو المفاهيم الأربعة الرئيسية دي كلهم متعلقين بتخصص رئيسي وهو العلوم السياسية. يبقى أنا تاني عندي مفهوم متعلق باللغة، مفهوم متعلق بالكتابة الأكاديمية، مفهوم متعلق بالبحث العلمي، مفهوم متعلق بالتحليل أو التفكير العلمي، وعندي مفهوم متعلق بالعلوم السياسية. زي ما حضراتكم عارفين، اللغة دي هي عبارة عن مجموعة من القدرات والمهارات اللي بيستخدمها الإنسان علشان يقدر يتواصل في إطار الجامعة اللي هو عايش فيها، وفكرة التعلم والتفاعل نفسه بيتم عن طريق اللغة دي. طيب اللغة دي هي مجموعة طبعا من المهارات، زي فكرة التحدث نفسها، قدرة الإنسان على التحدث بلغة معينة في إطار جامعة معينة، فكرة الاستماع نفسه، فكرة الكتابة والقراءة. فدي المهارات الأساسية المتعلقة باللغة، ان انا يبقى عندي قدرة على التحدث، قدرة على الاستماع الجيد، وقدرة على الكتابة والقراءة المتعلقين بلغة معينة ايا كانت ايه اللغة اللي احنا بنتكلم عليها دي. كمان عندي الكتابة الأكاديمية، بما ان انا بتكلم عن كتابة مقال سياسي، فانا الاساس في الكتابة بتاعت المقال السياسي دي ان انا اكتبه بشكل اكاديمي. فانا الكتابة الأكاديمية المقصود بيها برضو هو نسق لغوي معين، له أدواته، له ألفاظه، المصطلحات المستخدمة فيه، له تراكيب معينة ودلالات معينة وصياغة معينة وطرق توثيق إلى آخره، تبقى متعلقة بالنوع ده من الكتابة، وأنا بستخدمه في كتابة الأوراق البحثية بشكل عام، أيا كان نوع الأوراق البحثية دي إيه. وإحنا طبعا مش هنقدر نتطرق قوي لفكرة ان انا اتكلم عن انواع الاوراق البحثية اوي يعني، بس انا اللي يعنيني هنا ان انا ايا كان شكل الورقة البحثية، انا بتكلم مثلا في كتاب، بتكلم في رسالة، بتكلم مثلا في مقال، بتكلم وليكن مثلا في زي ما قلنا كده في كتب، في مؤلفات عامة، مؤلفات خاصة متعلقة بتخصص معين. انا الاداة او الالية المنوط بيا ان انا اتبعها في الكتابات دي هي الكتابة الأكاديمية. البحث العلمي بقى، وهنعرف دلوقتي إيه علاقة البحث العلمي بالكتابة بتاعتنا اللي إحنا بنتكلم فيها. البحث العلمي ده هو عبارة عن جهد أو نشاط أو عملية منظمة بيبقى فيها مجموعة من الخطوات والطرق العلمية المنهجية. طيب عن طريق الطرق دي او الخطوات انا بحاول اجمع المعلومات، بحاول اوثقها، بحاول اعمل لها تحليل، سواء كان تحليل كمي او كيفي ايا كان، علشان او بهدف ان انا اقدر اوصل لاستنتاجات معينه. الاستنتاجات دي من الخصائص بتاعتها ان هي بتبقى موضوعيه ومنطقيه في موضوع معين،
ممكن الاستنتاجات دي تساعدني في حل مشكلات محددة، أو إن أنا أوصل للإجابة لأسئلة أو فرضيات معينة، أو إن أنا حتى الفرضيات دي يبقى عندي القدرة عن طريق الخطوات بتاعة البحث العلمي ده إن أنا أقدر أختبر الفرضيات دي. هلاقي عندي التفكير أو التحليل، برضو دي من الوظائف اللي هي خاصة بالعقل البشري، وهي الفكرة أو المقصود بالتفكير إن أنا عندي القدرة على إعمال العقل نفسه في أمر معين بترتيب معين علشان أقدر أوصل زي ما قلنا كده لاستنتاجات معينة. بيبقى في عندي أنواع متعددة من التفكير، وإحنا برضو مش هنتطرق ليها قوي. فكرة إن أنا ممكن يبقى عندي تفكير حر، ممكن يبقى عندي مثلا تفكير موجه بشكل أو بآخر. في عندي التحليل، والمقصود بيه برضو إن أنا لو انا هرجع الفعل نفسه الاصل اللغوي اللي هو حله، هي فكره ان انا بفكك شيء معين علشان ابدا اعرف ايه العناصر اللي بيتكون منها الشيء ده، وبناء عليه ابدا بعد كده ارجع اعاده تاني ترتيب الايه المكونات او الجزئيات نفسها، فاقدر اعرف ايه هي الاسباب، اقدر اتوصل للنتائج وهكذا. فده المقصود بشكل بسيط جدا بالتحليل، ايا كان بقى. احنا دلوقتي هنتكلم طبعا عن التحليل السياسي، بس ده التحليل بشكل عام، ان انا عن طريق التحليل ده بحاول افهم طبيعة الظاهرة، بحاول اشوف ايه هي اصل الظاهرة دي، بحاول زي ما قلنا كده ان انا افككها لاجزاء، فابدا اعرف ايه هي مكوناتها، اعرف ايه العلاقة بين المكونات دي، فابدا اعرف ايه هي العلاقة بين المتغيرات، الاسباب الى اخره، فاقدر اوصل لنتائج منطقية قابلة مثلا للتطبيق أيا كان، أو قابلة للتحليل. أنا بس يا دكتور علشان أوصل الجزئية دي، أنا شايفة حضرتك إحنا طبعا افترض كنا محتاجين إن إحنا نعرض الباوربوينت بشكل أولي، يعني دي إحنا بنقول عليه زي ميثاق كده للمحاضرة بتاعتنا علشان نقدر نطبق كل الأنشطة ونقدر نلتزم بالميعاد بتاعنا، فده كان الميثاق بتاعنا. هستأذن حضراتكم ان احنا هنحاول نسمع بعض بشكل كويس، هنحاول كمان ان احنا بس ايه نكون مركزين في المحاضرة بتاعتنا، فبالتالي هنبقى محتاجين ان احنا نغلق كل الابليكيشنز الجانبية يعني، وانا عارفة طبيعة شوية المحاضرات الاونلاين يعني، هنحاول بقدر الامكان. هيبقى في مداخلات كتيرة، هاخد رأي حضراتكم في حاجات كتير يعني، هنحاول بس ان هو الموضوع يبقى منظم، فهنعمل زي الريز هاند كده للناس اللي هتبقى عايزة تتكلم ان شاء الله. ودي حاجة أساسية، أنا طول الوقت بقول إحنا في علوم اجتماعية وإنسانية، ففكرة الاختلاف هي مش واردة، لا هي فكرة الاختلاف أساسية أصلا، فبالتالي حتى لو إحنا اختلفنا في أمر معين، الاختلاف ده أكيد هيبقى كل واحد فينا ليه وجهة نظره، فإحنا هنوصل في الآخر إن الاختلاف لا يفسد الود، إيه الود قضية يعني. في الآخر هنحاول زي ما قلنا الدكتور علي مؤكد عليا قوي في إن إحنا هنحاول نلتزم بالوقت بتاعنا إن شاء الله الساعتين، فدي الرولز الأساسية بتاعت المحاضرة بتاعتنا. لو حضرتك هنغير بس السلايد دكتور علي، كمان في عندي طول الوقت كده اقتناع معين ان الناس اللي بتسمع الكلام زي ما احنا لسه شارحين من شوية صغيرين كده، ان انا اسمعه فانا اتذكره بالتذكر نفسه لفكرة السمع، بس بيبقى اقل شوية من ان انا ممكن اسمع الحاجة واشوفها قدامي زي ما برضه هنشوف بعد شوية، غير ان انا امارس الحاجه بنفسي، فده بيبقى ايه فكره الاستذكار نفسها بتبقى اكبر كتير. فده مثل ايه، مثل صيني انا طول الوقت معتقده بيه، ان احنا محتاجين ان احنا نمارس الحاجه نفسها، وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله معانا في المحاضره بتاعتنا دلوقتي. احنا تعرفنا على بعض علشان الوقت بتاعنا يعني، هنبدا في اول حاجه خالص بعد ما احنا اتكلمنا عن ضبط المفاهيم بتاعتنا في اطار المحاضره بتاعتنا اللي هو خاص باللغه والكتابه الاكاديميه والتحليل والتفكير والبحث العلمي، وهنرجع تاني هنقولهم في اطار كل جزئيه هي مرتبطه بالموضوع بتاعنا ايه. بس قبل ما نبدا هنعمل عصف ذهني صغير جدا، واستاذن حضراتكم ان احنا هنكتب الاجابات على الشات، وانا هشوف كل الاجابات ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. طبعا كلنا، انا بس عشان ما كنتش عارفه المستهدفين شويه من الدوره، بس اكيد طبعا كلنا التخصصات بتاعتنا هتبقى عرضتنا بشكل او باخر ان احنا نكون قرانا طبعا مقالات سياسيه، فانا هستاذن حضراتكم ايه اكتر حاجه كانت عالقه في ذهن حضراتكم وموضوع انتوا قراتوه، المقال كان مكتوب بشكل مثلا شيق او حاجه،
الطرح بتاع الموضوع نفسه مثلا كان غريب عن حضراتكم، فانا بس استاذن حضراتكم في الشات كده تقولوا لي. احنا طبعا خلاص كده قرانا مقالات سياسيه، انا بس عايزه اعرف ايه الموضوعات او الموضوع اللي علق في ذهن حضراتكم من القراءات الكتير، طبعا ده بحكم التخصصات بتاعتنا يعني. أنا منتظرة حضراتكم بس على الشات. ده السؤال الأول. والسؤال الثاني كان في مقال عن الحرب الروسية الأوكرانية، مقال عن حقوق الإنسان. تمام. دور الموسيقى في الثورات، دي علوم بينية. أستاذة سهيلة بتقول إن هي قرأت مقال سياسي عن دور الموسيقى في الثورات. لو إحنا جينا في الجزئية دي يا أستاذة سهيلة، إحنا عندنا بنقول إن سيد درويش كان ده الرمز أو الصوت المعبر عن الثورة في وقت من الأوقات يعني عندنا هنا في مصر. ففكرة الربط ما بين الموسيقى أو الغناء والتعبير عن الثورات دي حاجة موجودة عند شعوب كتير، ودي برضو من الموضوعات فعلا الجديرة بالدراسة والتحليل. في حد قال صدام الحضارات. سهيل أنا آسفة، أنا آسفة يا أستاذ سهيل أو يا دكتور سهيل. تمام. طيب السؤال الثاني، انا بقى عايزه حضراتكم تقولوا لي اخر موضوع بحث حضراتكم اصلا قمتوا بيه بشكل شخصي، يعني ايه اخر حاجه احنا كتبناها او مثلا اساينمنت كان مطلوب مننا او تكليف بشكل معين، وحضرتك الفكره اللي انت توصلت لها دي كانت بناء على ايه؟ السؤال الثاني عايزه حضراتكم تقولوا لي بس اخر موضوع حضراتكم كتبتوا فيه والفكرة الخاصة بالموضوع انتوا توصلتوا لها ازاي؟ هل هو مثلا تكليف، فده كان تكليف من الدكتور او المحاضر؟ هل هو حاجة حضرتك عاملها بشكل تطوعي، يعني حضرتك بتكتب مقالات عشان تنشرها مثلا في دوريات؟ في طبعا معانا اعضاء التدريس، بيبقى مطلوب مننا في اوقات كتير كده ان يبقى عندنا ابحاث منشورة في دوريات علمية، وده من متطلبات الترقية يعني. تداعيات الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة على منطقة الشرق الأوسط، الدبلوماسية الرقمية والذكاء الاصطناعي، حلو جدا، طريق الحرير الرقمي، الفرص والتحديات. أستاذ سهيل بحث ودراسة عن الطوائف الدينية في اليمن وكيف تؤثر توجهاتها الدينية على الوضع السياسي، كويس جدا. تمكين المرأة في منظومة الأمم المتحدة، وده كان جزء من متطلبات الماستر. تمام جدا. عندنا في الأمم المتحدة في برنامج كامل كده اسمه البرنامج الإنمائي، ده خاص بتمكين المرأة والشباب وفكرة التطوير والتنمية السياسية والاقتصادية يعني، وخاصة في الدول العربية، فده حاجة من الحاجات المهمة. تمام. أنا شاكرة لحضراتكم جدا. طبعا الإجابات زائد الخلفية العلمية بتاعت حضراتكم بتقول إن احنا عندنا طبعا خلفية كبيرة جدا على اللي أنا هقوله، فده إن شاء الله يساعدنا بشكل كبير إن احنا نوصل المعلومة بشكل مرن وبشكل سهل إن شاء الله. واتفضل يا دكتور علي. احنا النهاردة مفترض هنتكلم عن أول حاجة ضبط المفاهيم، تاني حاجة هنعرف ايه خطوات البحث العلمي الخاص او المتعلق بكتابة المقال السياسي مش بشكل عام، يعني انا الخطوات اللي انا مقصودة عندي هنا في المحاضرة بتاعتي هي خطوات البحث العلمي المتعلقة بشكل مباشر
بكتابة المقالات السياسية أو الأوراق البحثية. عندي التحليل السياسي، وبرضو أنا بستخدمه كأداة بشكلين، أو بحاول إن أنا أطوعه لحاجتين معينتين. الحاجة الأولى إن أنا أعمل تحليل سياسي أوريدي للمصادر اللي أنا بعتمد عليها علشان أكتب المقال نفسه، والحاجة التانية إن أنا أوريدي بعمل تحليل سياسي للفكرة البحثية المعتمد عليها المقال. يبقى التحليل السياسي هنا أنا بستخدمه بطريقتين، الأولى إن أنا إزاي يبقى عندي قدرة على قراءة النصوص أو التحليل السياسي أصلا للمصادر اللي أوريدي هتتوفر عندي بإطار الفكرة بتاعتي. الحاجة التانية ودي الأساسية، إن أنا إزاي أقدر أعمل تحليل سياسي للموضوع اللي تم اختياره واللي أنا أوريدي هكتب فيه المقال، وبالتالي أبقى قادر على إن أنا أعرض المقال بشكل إيه؟ بشكل علمي وبشكل منطقي وبشكل منمق زي ما هنشوف دلوقتي. كمان عندي هحاول بقدر الإمكان، وده الكور بتاع المحاضرة بتاعتنا، إن إحنا نعرف إيه هي مهارات الكتابة الأكاديمية. وأخيرا بحاول أشوف إيه هو الهيكل العام اللي بيبقى موجود على الورقة البحثية نفسها. فدي عندي الموضوعات بتاعتي سريعة. طبعا احنا اتكلمنا عن ضبط المفاهيم، وعرفنا زي ما قلنا اللغة، وعرفنا ان هي اللغة دي عبارة عن 4 مهارات، سواء كانت الاستماع او التحدث او الكتابة او القراءة. واتكلمنا عن الكتابة الأكاديمية، وهنعرف اكتر دلوقتي ايه هي المهارات والشروط المتطلبة علشان اقدر اقول ان انا المقال بتاعتي كاتبه بطريقة أكاديمية كده وعلمية. وبعد كده البحث العلمي، وعرفنا ان هو عملية ومجموعة من الخطوات المنهجية اللي انا بستخدمها علشان ابدا من اول جمع المعلومات لحد ما اوصل للاستنتاجات اللي هي ممكن تقدر تمكنني من حل مشكلات مثلا معينه او اختبار فرضيات معينه الى اخره. عندنا كمان قلنا التحليل السياسي، وهي عمليه مرتبطه بفهم الظواهر، تفكيك الظواهر لعناصرها، احاول اشوف ايه المتغيرات اللي داخل الظاهره دي، علاقه المتغيرات ببعضها وهكذا. وفي الاخر خالص اللي احنا كنا لسه هنتكلم عنه، العلوم السياسية. العلوم السياسية علشان بس برضو حضراتنا سريعا كده، أنا عندي تصنيف تقليدي للعلوم السياسية، الفروع الأساسية بتاعته اللي هو النظرية والفكر السياسي، العلاقات الدولية، والنظم السياسية المقارنة. وطبعا التصنيف ده حصل عليه تعديلات كتير جدا من جامعات كتير، وخاصة الجامعات الأمريكية يعني. فانا دلوقتي في بعض الجامعات بتقول ان انا عندي اكتر من 18 فرع داخل العلوم السياسيه، سواء انا بتكلم مثلا عن علم نفس سياسي، بتكلم عن اقتصاد سياسي، بتكلم عن علم اجتماع سياسي. زي ما لسه حالا دلوقتي احد زملائي كان كاتب بيقول لنا علاقه الموسيقى مثلا بالثورات، انا دي اقدر احطها في اطار الايه، في اطار العلاقه ما بين الفنون والسياسه. فده مثلا تخصص بيني. في ناس مثلا بتعمل فرع مستقل كده خاص بالانتخابات مثلا والدراسات البرلمانيه، الاحزاب والنظم السياسيه، المجتمع المدني، ايا كان يعني. دي كلها فروع داخل العلوم السياسيه. فانا بالتالي التغيرات الطارئه على العلوم السياسيه اللي اقدر الخص لحضراتكم بيها الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، إن علم السياسة هو العلم المرتبط بالإنسان بكل بقى أوجه الحياة اللي هو بيوجد بها الإنسان، مش فكرة بس زي زمان كده ما كنا بنقول إن السياسة هو التخصيص السلطوي للموارد. لا، تقريبا كل الأنشطة المتعلقة بالإنسان هي دلوقتي بشكل مباشر داخلة في إطار السياسة. حتى إحنا دلوقتي برضو بنتكلم عن حاجة اسمها مثلا الصحة العامة، بنتكلم عن سياسات البيولوجية مثلا، وخاصة في ظل الأزمات بقى وزي أزمة كورونا وغيرها. وبالتالي أي نشاط متعلق بالإنسان هو داخل في إطار السياسة بشكل إيه؟ بشكل مباشر. هنبدأ أول حاجة خطوات البحث العلمي. أنا عندي مجموعة من الخطوات تقريبا حوالي 9 خطوات أو حاجة. الخطوة الأولى عندي مرتبطة بازاي انا بختار فكره اصلا بحثيه، يعني ازاي اقدر اختار فكره والفكره دي ابدا ايه ان انا اصيغ عليها المقال السياسي. وبرضه هنا علشان حضراتكم تبقوا عارفين، احنا عندنا فرضين. الفرضيه الاولى بتقول، طبعا الاساتذه زمايلنا اللي موجودين معانا، احنا دلوقتي بنتكلم عن اختيار الفكره البحثيه بشكل عام. والفرضيه الثانيه بتقول ان انا اصلا
طالب مثلا، او ان انا خريج وبحاول ااهل نفسي للاختبارات اللي هي خاصه بالتاهيل الدبلوماسي. فانا في الفرضيه الاولى عم بتكلم زي ما قلنا كده بشكل عام، انا اقدر ازاي اوصل لفكره بحثيه، والفكره البحثيه ابدا اعمل لها بلوره علشان اوصل في الاخر خالص ان انا يبقى عندي مقال متكامل. والفرضيه الثانيه بتقول ان انا اوريدي جوه الاختبار نفسه هيبقى مطروح عليا موضوعات معينه. في الحاله دي اللي انا هستاذن حضراتكم فيه، طبعا انا مش عارفه عندنا حد هنا في جمهوريه مصر العربيه، بس احنا على الاقل مثلا في الاختبارات بتاعه الخارجيه لما نيجي نطلب من الطلبه بنطلب منهم ان هم بيحاولوا بقدر الامكان يركزوا على كل الموضوعات المثاره على الساحه سواء كانت الداخليه او الخارجيه مثلا خلال 3 أو 4 شهور من تاريخ الامتحان. يعني لو الامتحان مثلا في شهر 5 او حاجه، هو بيحاول يشوف كل الاحداث على المستوى الدولي والمحلي ابتداء مثلا من شهر 1 لحد ما هو ايه لحظه الامتحان. بنحاول ان احنا نكون ملمين بيها، بنحاول ان احنا يكون عندنا معلومات كبيره عن الموضوعات دي، عشان الموضوعات دي بتبقى مطروحه في كل الاختبارات، سواء بقى الاختبارات متعلقه بلغه، سواء اختبارات متعلقه مثلا بالقانون الدولي، اختبارات مثلا متعلقه بقضايا شرق اوسطيه، او مثلا سياسه دوليه او اقتصاد سياسي ايا كان. فدي كلها بتبقى مطروحه في اطار الايه، في اطار الاختبارات بتاعتنا. طيب ده معناه ايه؟ برضو معناه ان الفرضيه الثانيه دي اللي بتقول ان انا داخل الامتحان نفسه، ان انا برضو وانا بقرا عن الموضوعات اللي انا بحاول ان انا ابقى مستعد بيها، هنستخدم نفس التكنيك او نفس الخطوات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. هنحاول هستنى حضرتك يا دكتور، بس هنجيب السلايد الثانيه. الفكره البحثيه دي هي تصور مبدئي. يعني ايه تصور مبدئي؟ يعني فكره انا استشفيتها بشكل من الاشكال زي ما احنا هنعرف دلوقتي، او ايا كان ايه المصدر بتاعها، هي تصور مبدئي. يعني انا بحاول بس اعمل تصور حوالين حاجه معينه لموضوع معين كده. الفكره دي لازم تبقى ناتجه عن عمليه طبعا تفكير منظمه كده، وفيها مجموعه من الافكار الاوليه. ينفع ان انا مع مجهود شويه الافكار الاوليه دي اعمل لها صياغه واعمل لها تحليل، فبالتالي ايه ان انا ممكن اتناول فيها فكره معينه في المقال بتاعي بشكل نهائي. دي الفكره البحثيه، هي تصور مبدئي يعني مش حاجه نهائيه خالص. ولازم التصور المبدئي ده مش حاجه مش من خيالي انا كمثلا كباحث، لا لازم برضو تبقى مرتبطه شويه بعمليه خاصه بالتفكير، مرتبطه شويه بان انا عندي زي ما قلنا كده عندي احداث وعندي مثلا واقع معين، فانا بحاول استشف الفكره البحثيه بتاعتي دي من الواقع المحيط بيا بشكل او باخر، علشان برضو تبقى ايه الفكره نفسها قابله للبحث فيما بعد. طيب الفكره البحثيه دي كمان علشان اقدر ان انا اخرج منها بافكار اكتر، زي ما احنا لسه متفقين دلوقتي افكار اوليه تبقى قابله اصلا للبحث والدراسه بشكل نهائي، انا عندي مجموعه من الطرق ممكن تساعدني في ان انا ممكن يبقى عندي فكره وابدا اخرج منها بافكار تانية كتير. طيب الطرق دي يعني زي ايه مثلا؟ بيقول لنا ان احنا مثلا ممكن يبقى عندي موضوع معين، فانا حاول بقدر الامكان ان انا حاسس ان الموضوع ده واسع شويه او كبير شويه على البحث، فبحاول بقدر الامكان ان انا اعمل له حاجه اسمها التحجيم او ان انا اصغره. زي مثلا هدي لحضراتكم مثال، ممكن مثلا حد يكون بيتكلم عن وليكن العلاقات الامريكيه مثلا المصريه، وسايب الموضوع كده بشكل عام. هو الفكره اللي عايز يبحثها هو عايز يبحث في اطار العلاقات مثلا الامريكيه المصريه. طيب ده موضوع كبير قوي، انا بحاول احجمه ازاي؟ بحاول احجمه باكتر من طريقه، ان انا ممكن مثلا اخد العلاقات الامريكيه المصريه في عهد مثلا وليكن احد الرؤساء المصريين او احد الرؤساء الامريكيين، فانا كده بربط الموضوع بحاجه او متغير اسمه القياده السياسيه. ان انا مثلا ممكن اخد العلاقات الدوليه دي في فتره زمنيه معينه، بحيث ان انا ممكن يكون عندي حدث معين حول لي العلاقات الدوليه من شكل لشكل او من اتجاه لاتجاه مختلف شويه. وليكن مثلا ممكن ادرس العلاقات المصريه الامريكيه بعد ثوره مثلا 2011، ففي حصل عندي تغيرات كتير، التغيرات دي انعكست بشكل او باخر على شكل العلاقات المصريه الامريكيه دي، وهكذا.
او ان انا ممكن يبقى عندي العكس، ان انا يبقى عندي الفكره صغيره شويه قوي، فبحاول بقدر الامكان ان انا اوسعها شويه علشان تبقى قابله للايه، تبقى قابله للبحث. ممكن اعمل تبديل معين، ممكن المتغيرات نفسها احاول بقدر الامكان ان انا اشوف اكتر من متغير، وابدا اشوف ايه العلاقات بين المتغيرات دي وهكذا. فدي عندي طرق لتوليد افكار اوليه من الايه، من الفكره البحثيه اللي هي بتطرق لي انا كباحث علشان ابدا اتكلم فيها. هستاذن حضرتك يا دكتور، بس هنغير السلايد. الفكره البحثيه الجيده دي اللي هي هتساعدني او هتشجعني ان انا ابدا اخد بقيه الخطوات اصلا علشان ابدا انفذها، لها سمات معينه. ايه هي السمات بتاعت الفكره البحثيه الجيده دي؟ اول حاجه ان هي اصلا الفكره نفسها تبقى قابله للبحث، ودي برضو لها شروط معينه، اني بحاول بقدر الامكان ان هي تبقى قابله للبحث، يعني مثلا متفقه مع امكانياتي انا كباحث الماديه، واحنا بنقول عليها حتى الامكانيات بتاعتي الذهنيه، مثلا ان هي الفكره نفسها ما تبقاش مثلا مجرد خبر او حدث حصل بشكل معين، فبالتالي انا عايز اعمل عليه تحليل سياسي، بيبقى في عندي اخبار معينه ممكن اقدر ان انا اعالجها بشكل معين، وليكن مثلا تقدير موقف، وليكن مثلا ان انا ممكن اعمل عليها زي مقال راي او حاجه، بس ان انا اعمل عليها مقال اكاديمي مثلا او بحث اكاديمي بيبقى لها متطلبات معينه. بيبقى مثلا الفكره نفسها لازم تبقى عندي توافر المصادر، وهنا وحضراتكم طبعا ممكن تكونوا يعني اهل تخصص اكتر مني كمان، فكره توافر المصادر هنا لها برضو شقين. يعني ايه لها شقين؟ الشق الاول ان زي ما قلنا كده لازم يبقى عندي مصادر، فانا بقى عندي قدره على تحليل الحدث نفسه او الفكره دي بشكل علمي، بس في نفس الوقت انا ما ينفعش يبقى عندي غزاره في المصادر. يعني ايه غزاره في المصادر؟ ان انا يبقى عندي مصادر كتير، فاحنا في الوقت ده بنقول عن الفكره البحثيه اللي بيبقى متوفر فيها كتابات كتير قوي واتكتب فيها بشكل كبير قوي، احنا بنطلق عليها في الوقت ده احنا بنقول عليها ايه، كتلة بحثا. يعني ايه كتلة بحثا؟ ان هو تم بحثها وتم تحليلها بكثرة او بغزارة. فانا بحاول في فكرة توافر المصادر دي ان انا اعمل توازن، ان انا زي ما قلنا كده ان فكرة التوافر نفسها ان انا عندي اوريدي مصادر هعتمد عليها في التحليل، بس في نفس الوقت المصادر المتوفرة دي ما بتبقاش متوفرة بغزارة او بكثرة. كمان الفكرة البحثية علشان تبقى جيدة لازم زي ما قلنا كده تبقى متعلقة بموضوع محدد خلاص، كمان لازم تبقى مسار لاهتمام الباحث، ودي حاجة مهمة جدا إلا في حالات معينة زي مثلا الطلبة اللي هيخشوا أو الخريجين اللي هيخشوا الاختبار، أنا أوريدي مفروض عليا موضوعات معينة، فأنا بالتالي هبدأ أتعامل معاها في إطار الحاجة دي. الناس اللي بيبقى مطلوب منها مثلا تكليفات معينة أو حاجة، هي برضه هتتعامل في الإطار ده، بس في اي وقت انا متاح ليا ان انا اختار الفكره البحثيه بيحبذ ان الفكره اصلا تبقى اصلا متفقه مع ايه، مع اهتماماتي انا كباحث علشان اقدر اكمل فيها، ويبقى في نوع من الشغف والحماس لاستكمال الموضوع. كمان الفكره لازم طبعا يبقى لها قيمه وهيتعود بشكل معين، وفي الجزئيه دي انا طول الوقت باكد على ان مش مطلوب مننا احنا كباحثين ان احنا نقدم حلول نهائيه للمشكلات اللي احنا بنبحثها، احنا بنقدم طرح وبنقدم تحليل وبنقف على اسباب معينه، وممكن نرسم سيناريوهات مستقبليه زي ما هنشوف دلوقتي في قضايا او موضوعات معينه، ممكن اقدم حلول، بس الفكره كلها ان انا مش مطلوب مني خالص ان انا اللي اقدم الحل النهائي والحل الامثل والحل اللي خلاص هو بس اللي يستوجب ايه؟ اللي يستوجب تنفيذه، ده مش من مهام الباحث بشتى بقى العلوم الاجتماعية والإنسانية مش العلوم السياسية بس. كمان طبعا لازم تبقى مرتبطة بنظريات، أو لو احنا بنتكلم في سياق العلوم السياسية لازم تبقى مرتبطة بمنظورات كبيرة هي موجودة اوريدي في الايه، في العلم بتاعنا. لازم تبقى متفقة زي ما قلنا مع قدرات الباحث، الوقت بتاع الباحث، الإمكانيات المادية الخاصة بالباحث. يعني أنا ما ينفعش إن أنا أبقى باحث فردي مثلا وعايز أروح أعمل دراسة ميدانية واقول ان انا عايز اعمل دراسه ميدانيه واخد مثلا عينه او مبحوثين وتتجاوز مثلا 1000 مبحوث بشكل معين ومتفرقين مثلا، وانا ما عنديش الامكانيات ده، ولا وحتى انا ما عنديش مثلا الامكانيات اللي هي خاصه بالتحليل الاحصائي نفسه
فانا اوريدي لازم يبقى عندي حد هو متخصص في تحليل الاحصاء يعني، او التحليل الكم من البيانات وهكذا، فبالتالي لازم تبقى متسقه مع قدراتي بكل الايه بكافه الاشكال يعني. استاذه حضرتك الدكتور هنغير السلايد. طيب الخطوه الثانيه، ودي الخطوه الاهم، ان انا هجمع بقى، هبدا اجمع معلومات وبيانات عن الفكره البحثيه المقترحه دي. هي ما زالت مقترحه وما زالت او مقترح وما زالت تصور مبدئي زي ما احنا اتفقنا. انا عايز بقى ابدا اجمع ايه، ابدا اجمع معلومات وبيانات عن الفكره، وهي في نفس الوقت برضو هي المصادر المتعلقه ان انا لو استقريت على الموضوع ده هبدا ايه، هبدا اكتب فيه. هستاذن حضرتك في السلايد يا دكتور. برضه هستاذن حضراتكم كده، علشان بس يبقى في عندنا برين ستورمنج كده ونتفاعل مع بعض على الشات كده سريعا. تفتكروا حضراتكم ايه هي مصادر جمع المعلومات؟ يعني ايه المصادر اللي انا بستقي منها المعلومات بتاعتي وانا بعمل بحث، بعمل مقال، بعمل رساله ماجستير، رساله دكتوراه، ايا كان اللي انا او الشكل الكتابه اللي انا بكتبها يعني. أستاذ سهيل قال الكتب. الرسائل والأطروحات والأبحاث والدوريات، المقابلات الشخصية طبعا، المواقع الإلكترونية. أنا مع حضراتكم. تقارير المنظمات الدولية طبعا، محركات البحث العلمية طبعا، اتفضل يا دكتور مع حضرتك. دكتور عبد السلام عنده سؤال. نعم دكتورة، سامحيني بالله عليك، معلش أنا كنت معك متابع معك قبل شوية، بس أنا اللي فهمته من حضرتك يعني في نقطة اسمها الفكرة، مثلا مش عارف بالعربية نقولها يعني ماتت بحثيا أو حاجة كيما هذه، الفكرة يعني ما فيهاش بحث، ما عادش نقدر نبحث فيها. أنا من واقع تجربتي دكتورة النقطة هذه يعني بالناس بالذات في العلوم السياسية ولا في القانون الدستوري أو في القانون الدولي، يعني في الغالب هنا في فرنسا يعني النقطة هذه حاولوا يتفادوها بجميع الطرق. يعني إذا كان في موضوع تم دراسته حتى بشكل كبير فأنت مسموح لك أنك أنت تقدم فكرة مهما كانت، حتى لو كان المدروس الموضوع تم دراسته بشكل كبير. فهنا شن يلجؤوا دكتورة؟ يلجؤوا لفكرة أنك أنت باش تسجل الموضوع متاع رسالتك أو طروحتك أو موضوع بحثك أو الارتيكل اللي أنت حاول تنشره، يأجلوا في تسجيل الموضوع إلى آخر لحظة لأن أنت تستقر على الفكرة اللي في راسك. مش عارف تسمعي فيا دكتورة أو لا؟ ايوه تمام، ألو؟ انا سامع حضرتك كويس يا دكتور. سمعتني دكتورة؟ فأنا اه يا كنت دكتور، استفسر من حضرتك يعني هل الكلام اللي كنت تحكي لنا فيه يعني أنك أنت الفكرة اللي تتبلور في مخك أنك أنت بتقدمها، فهذا الكلام ينطبق على الرسائل والأطروحات ولا فقط على الارتيكلات يعني على الأوراق البحثية؟ لاني انا نواجه في مشكله حاليا، انا اذا كان نفكر في اني ننشر باللغه العربيه في مجلات مثلا في ليبيا او في مصر او شيء، فنواجه هنا انا في راسي فكره بس انا متاكد ان الموضوع مع البحث حتتغير العنوان، ما فاذا انا سجلت عنوان مثلا فانا انت قيدتني، ما نقدرش انا كباحث اني انا نحط فكره في راسي وبعدين نتقيد بالفكره بشكل كبير، مرات وانا خلال البحث يتطور الموضوع في راسي يعني. فهل انا مجبر اني انا اذا كان سجلت الفكره او وافقولي عليها كمقترح انا نبدا مجبر بها ولا نقدر نغيرها بعدين؟ طيب هقول لحضرتك يا دكتور. شكرا دكتور. العفو يا دكتور. بص، هو احنا عندنا اكتر من آلية لمعالجة الجزئية دي. اولا عندنا كليات زي مثلا كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة. التسجيل بيتم على مرحلتين، يعني تسجيل الموضوع نفسه في رسائل الماجستير والدكتوراه بيتم على مرحلتين. المرحلة الاولى بنعمل حاجة اسمها الكونسبت بيبر او الورقة المفاهيمية، والكونسبت بيبر دي بتبقى عباره عن ورقتين بالظبط. الباحث بيقول ايه الفكره بتاعته بشكل مبدئي، وايه اهم او احدث المصادر اللي هي ممكن تكون تناولت الفكره دي،
والإشكالية اللي هو بيحاول إن هو يدرسها بالظبط في ورقتين بالظبط، بتدخل لقسم علمي وبتدخل لدكاترة متخصصين بيشوفوا إن الفكرة دي هي هل هي قابلة للتطوير، بمعنى إن أنت كباحث يلا اوريدي ممكن بقى تبدأ تجمع بيانات وممكن تقرأ وممكن تعمل حاجات كتير، وهي في إطار فكرة زي ما أنا لسه بقول لحضرتك، هي في إطار فكرة، يعني أنت مش ملزم حتى بالعنوان اللي انت قدمته، هو حضرتك ملزم ان ده الموضوع اللي حضرتك خدت عليه موافقه ككونسيبت بيبر. بعد كده بنيجي في مرحله تانية اللي هي مرحله البروبوزل، تمام؟ البروبوزل ده اللي هو انا خلاص انا اوريدي، دي مرحله اهم، انا بعتبر الناس اللي بتبقى عامله البروبوزل او الخطه البحثيه بتاعتهم بشكل كويس، انا في اعتقادي انا كلوبنا ان هم بيبقوا قطعوا حوالي 70% من اللي مطلوب منهم في الرسالة نفسها بتاعت الماجستير أو الدكتوراه، علشان الخطة دي كأنها زي ما احنا بنقول كده كأنها المنهجية أو الإطار العام اللي هو هيمشي فيه، فهو أوريدي محدد الإشكالية بتاعته، هو أوريدي عارف طبيعة العلاقة بين المتغيرات بتاعته، هو أوريدي عامل مراجعة كويسة جدا للدراسات السابقة، فقادر يوصل، ودي حاجة هقول لحضرتك عليها دلوقتي، هو قادر يوصل اللي احنا بنقول عليها الريسيرش جاب او الفجوه البحثيه في اطار الموضوع بتاعه، فهو بالتالي خلاص هو قطع شوط كبير جدا، فبمجرد ما هو بيسجل الموضوع خلاص هو كده زي ما حضرتك قلت في المرحله الثانيه بقى خلاص الموضوع بقى الزامي. طيب هل هو الزامي بشكل نهائي؟ يعني ما ينفعش باي شكل من الاشكال؟ حضرتك بتقول في مراحل كتير انا ممكن اقرا اكتر، ممكن يحدث تطورات معينه، ممكن وخاصه لو انا مثلا متناول ايه موضوعات مش نظريه، يعني انا متناول حاجه مرتبطه باحداث في الواقع مثلا، ممكن يحصل حدث اصلا يغير كل الموضوع بتاعي. عشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان في رسائل الماجستير والدكتوراه تحديدا ان انا ما امشيش قوي ورا الموضوعات الحديثه، يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا الموضوع بتاعي ولو هو مثلا حدث او حاجه زي وليكن مثلا الحرب الإسرائيلية على غزة اللي هي الحرب الأخيرة في أكتوبر 2022، أنا بنحاول بقدر الإمكان إن أنا ما أروحش أعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه في حاجة زي كده دلوقتي، بحاول بقدر الإمكان إن أنا ممكن إيه خاصة إن هي لسه مستمرة، بعد مثلا سنة أو اتنين أو حاجة بيبدأ يحصل تطورات وبيحصل أحداث وحاجات كتير كده، ممكن أعملها في مقال رأي، ممكن أعملها مثلا في مقال تحليلي أو حاجة، بس رسالة ماجستير أو دكتوراه بيبقى الموضوعات لها إيه طبيعة معينة. طيب هرجع للنقطة بتاعت حضرتك، هل انا لما هسجل هيبقى ده نهائي بشكل الزامي خالص ما عنديش اي مجال خالص للتعديل؟ دي برضو لوائح جوه الجامعه نفسها، يعني او جوه الكليه اللي حضرتك بتسجل فيها، يعني انا مثلا عندنا في القاهره في السويس او في الجامعات المصريه بشكل عام انا مسموح ليا ان انا ممكن اغير الموضوع او العنوان، بس ده بعد فتره معينه، فالفتره دي بتقول فعلا ان انا قرات وان انا اطلعت على اكتر وحاجات كتير، ولازم يبقى بموافقة طبعا المشرف بتاعي خلاص، ولازم يبقى بموافقة مجلس الجامعة علشان الموضوع ما يبقاش ايه متطابق مع موضوعات تانية، كأني مثلا بسجل في الايه كأني بسجل في الموضوع من اول تاني، بس من غير بقى مش محتاج ان انا ادخل سيمينار وفي حاجات كده مش هبقى محتاج ان انا اعملها يعني. ففي اماكن كتير بتدي المجال ده، بس زي ما بقول لحضرتك بتشترط فترة زمنية معينة بحيث ان الفتره دي ده هو قرأ فعلا واطلع وحاجات كتير وبشروط واجرائيه معينه. خلاص طيب انا ابتداء خالص بقى لو انا اصلا عايز اعمل موضوع والموضوع ده زي ما قلنا كده ممكن يكون اتكتب فيه موضوعات كتير زي ما حضرتك قلت او في مصادر كتير وانا عايز اعالج الموضوع نفسه، فانا هعمل ايه؟ برضو احنا عندنا هنا مشكلة شوية في المدارس العربية بتاعتنا في العلوم الاجتماعية والإنسانية. احنا زي ما هنيجي ناخد دلوقتي أول حاجة خالص من مصادر اختيار الفكرة البحثية أو جمع المعلومات إن أنا عندي حاجة اسمها الجديد في العلم. الجديد في العلم ده العلم نفسه له أبعاد كتير. طيب هنعرف إيه الأبعاد دي، بس أنا هربطها بسؤال حضرتك إن أنا برضو لو أنا عارف بالظبط ان انا ما عنديش حاجه اسمها فجوه بحثيه واحده، يعني انا ما عنديش فجوه بحثيه، انا عندي انواع متعدده من الفجوات البحثيه. يعني ايه انواع متعدده من الفجوات البحثيه؟ يعني انا ممكن ادرس نفس الموضوع اللي دكتور عبد السلام درسه وانا اصلا الاشكاليه بتاعتي مختلفه خالص،
ممكن تبقى فترة زمنية مختلفة، ممكن احنا بنقول عليها فجوة زمنية، ممكن يبقى مثلا حالة تطبيقية في دولة تانية خالص مختلفة، ممكن يبقى نفس الموضوع بنفس الفترة الزمنية بنفس مثلا المكان، بس الأداة المنهجية اللي أنا بستخدمها هو دكتور مثلا عبد السلام متناول الموضوع شوية بشكل نظري، أنا هستخدمه شوية مثلا بشكل تطبيقي، هعمل مثلا الأداة بتاعتي استطلاع رأي أو مقابلات مثلا أو استبيان أيا كان، فدي عندي اسمها فجوة إيه؟ فجوة مثلا منهجية، ممكن يبقى في عندي فجوة مثلا تحليلية، ممكن يبقى في عندي احنا يعني هي فجوات كتير قوي، ممكن نفس الموضوع زي ما اتحرك كده اعمله بايه، اعمله باشكال كتير، ممكن يبقى في عندي حاجه اسمها فجوه مفاهيميه، ودي موضوع يعني مثلا زي ما انا لسه قايله لحضراتكم دلوقتي، لو احنا علم السياسه كان التعريف التقليدي بتاعه هو التوزيع السلطوي للموارد خلاص، يعني مين اللي عنده القدره على ان هو يوزع او السلطه على ان هو يوزع الموارد على الافراد بتوع الشعب يعني اللي هي الحكومه، وكنا بنقول هي عندها اليتين، اليه اسمها الاكراه اللي هي الارغام يعني، واليه اسمها الايه الترغيب، فانا اصلا مفهوم السلطه نفسه حصل فيه تغيرات كتير، السياسه نفسها كمفهوم حصل فيها تغيرات كتير، فانا ممكن الفجوه البحثيه بتاعتي اصلا في الموضوع كله تبقى بس ان انا بقدم او بطرح مفهوم ايه، بطرح مفهوم مختلف او مثلا مفهوم جديد، فانا محتاجه بس ان احنا واحنا بنحاول ان احنا نوصل لفكره بحثيه، انا ابتداء خالص لازم يبقى عيني على الحاجات اللي انا هقول لحضراتكم عليها، ويا رب يا دكتور اكون بس قدرت اجاوب على حضرتك بشكل حتى لو بسيط يعني. طيب انا اول حاجه لازم ابقى انا في التخصص بتاعي، التخصص بتاعي ايا كان علم نفس سياسي، اجتماع سياسي، علاقات دوليه، قانون مثلا عام، مثلا قانون دستوري، ايا كان التخصص بتاعي، التخصص بتاعي ده هو علم. يعني انا يعني ايه علم؟ يعني انا عندي 3 ابعاد انا لازم ابقى ملم بيهم جدا، ان انا عندي البعد وده مش هنلاقي ناس كتير معتمده عليه قوي او بتعتمد عليه، يعني عندي حاجه اسمها البعد الابستمولوجي اللي هو فلسفه الايه؟ فلسفه المعرفه او الوجود نفسه للعلم. خلاص؟ هل تفتكروا فكرة الدساتير مثلا في الدول الغربية هي نفس فكرة الدساتير اللي هي موجودة عندنا في الدول العربية؟ لا. هل تفتكروا مثلا العلاقات السلطوية اللي بينظمها الدستور هي نفس فكرة العلاقات اللي موجودة مثلا بره؟ هقول بالطبع مثلا بشكل كبير ايه؟ بشكل كبير لا. هل ان انا لما اجي اتكلم مثلا في مصادر للقانون فانا ابقى مرتبط في ابعاد عندي فلسفية كده مرتبطة بأن أنا عندي ديانات سماوية سواء كانت مسيحية أو إسلامية أو يهودية هي بتأثر على التشريع بتاعي، هل هي نفس الفكرة مثلا أو النمط موجود في ناس بتتكلم في قانون وضعي بشكل مباشر كده؟ هل الفلسفة دي هتفرق معايا في إيه؟ الفلسفة دي هتفرق إزاي التشريعات نفسها بتعالج القضايا اللي موجودة في المجتمع، إزاي هي مرتبطة بالسياق، إزاي هي مرتبطة بالبيئة، إلى إيه؟ إلى آخره. في عندي وده اللي معظمنا بيبقى معتمد عليه الابعاد الانطولوجيه اللي هي موضوعات العلم نفسه بقى، يعني ايه موضوعات العلم؟ زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان علم السياسه انا ممكن ادرس احزاب، ممكن ادرس مجتمع مدني، ممكن ادرس علاقات دوليه، ممكن ادرس سياسه خارجيه، ممكن ادرس مثلا سلوك سياسي زي التصويت زي الانتخابات الى اخره، دي اسمها ابعاد ايه؟ دي اسمها البعد الانطولوجي، يعني موضوعات العلم نفسها، وده في الجانب اللي كلنا بنركز عليه ان احنا بنشوف بس ايه الجديد في الموضوعات وخلاص. وفي عندي بعد برضو مهم جدا ان انا لازم ابقى عارف ان كل علم له ايه، له المناهج بتاعته اللي بيستخدمها في انتاج المعرفه داخل العلم ده، يعني من الاخطاء برضو اللي احنا بنقع فيها كتير كلنا كباحثين علوم سياسيه مثلا، ان انا ممكن اجي كده بكل بساطه وكل اريحيه واجي اقول ان من المناهج المستخدمه عندي في الورقه بتاعتي او المقاله البحثيه اللي انا بقدمها دي منهج قانون كده بكل اريحيه جدا، علشان انا بس مثلا جايب قانون معين او تشريع معين او اتفاقيه معينه هعمل لها تحليل، انا ما عنديش اوريدي حاجه اسمها منهج قانون، يعني القانون ده احنا بنعتبره زي اضطراب او مدخل، وانا مش عايزه ادخل حضراتكم برضو في تفاصيل كتير لاني اوريدي القانون كعلم هو له المناهج بتاعته، يعني الناس اللي واخده لسانس حقوق هي عارفه ان انا عندي مناهج متعلقه بالاستنباط والاستقراء ومناهج متعلقه
بالقاعدة القانونية نفسها، وازاي انا اقدر اصيغ القاعدة القانونية الى اخره. فانا دي من الحاجات اللي انا لازم ابقى اول حاجة ابقى عارف ان انا لما اجي افكر في موضوع جديد او فكرة بحثية لازم ابقى ملم بالجديد في العلم. طب الجديد في العلم ده انا هوصل له ازاي؟ هوصل له برضه من بقية الايه المصادر اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. استاذن حضرتك يا دكتور سريعا كده، زي ما حضراتكم قلتوا، انا قلت اهم حاجه ان انا لازم يبقى الموضوع بتاعي داخل في اطار الاهتمام بتاعي انا، الاهتمام الشخصي. يعني انا حد مهتم شويه بالايه بالقياده السياسيه والقرارات بتاعتهم والسلوك بتاع القياده السياسيه والتحليل النفسي للقاده السياسيين، وهو هنا اتصرف في الموقف ده ازاي وما اتصرفش في الموقف ازاي. ده في ناس مثلا مهتمه وليكن مثلا بفكره السلوك الدبلوماسي للدول وازاي هم بيتعاملوا بشكل دبلوماسيه، وازاي مثلا القرارات بيتم اتخاذها والاتيكيت مثلا والبروتوكول، فده حاجه جزء داخل اهتمامي انا. في ناس تانية عايزه تعمل مثلا مجالات بينيه ومساحات جديده خالص، زي ما احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي عن الموسيقى وعن الفن وعن الثورات وعن غيرها. فانا عايز اربط الاطار اللي هو خاص مثلا بالادب والفنون بالعلوم السياسيه وهكذا. فكل واحد حسب الشغف والاهتمام الشخصي بتاعه، ودي حاجه مهمه جدا. عندي كمان مراجعة الأبحاث العلمية، وفي أصلا، وطبعا برضو حضراتكم على علم أكتر مني، أنا عندي أوريدي دوريات، والدوريات دي دولية ودوريات معتمدة والإمباكت فاكتور بتاعتها طبعا عالية جدا. أنا عندي دوريات متعلقة بس بمراجعة الأبحاث العلمية. يعني إيه مراجعة الأبحاث العلمية؟ إن أنا أطرح موضوع معين خلاص اعتمادا على أحدث الأبحاث أو الأوراق البحثية اللي تم تقديمها في الموضوع ده. فانا كاني بعمل مراجعه للايه احنا بنقول عليها الريفيو ارتكلز، ودي موجوده في ايه وموجوده في دوريات خاصه بس بمراجعه الابحاث العلميه دي. هلاقي كمان عندي من مصادر جمع المعلومات طبعا المؤتمرات العلميه، هلاقي عندي مثلا الرسائل العلميه اللي هي رسائل الماجستير والدكتوراه والاطروحات، هلاقي عندي الكتب سواء كانت مؤلفات عامه يعني في تخصص عام مثلا كبير، او كتب مثلا متخصصه اللي هي في موضوعات مثلا معينه. هلاقي عندي زي ما حضراتكم قلتوا مثلا المشرف الاكاديمي نفسه هو اللي ممكن يوجهني لموضوعات معينه. في اجندات بحثيه، يعني في كليات كده بتعمل اجندات بحثيه بتبقى زي ايه زي مثلا حاجه استرشاديه كده للطلبه، ان احنا عايزين خلال ال10 سنوات دي ان دي تبقى طبيعه الموضوعات اللي احنا بنتكلم عليها، فبالتالي كل الموضوعات اللي هيتم تسجيلها هتبقى في اطار الايه في اطار الاجنده البحثيه دي. في عندي الملاحظة بتاعتي أنا اليومية، الرصد اليومي، مواقع التواصل الاجتماعي، محركات البحث العلمي زي ما حضراتكم لسه قايلين، وهي طبعا بقت كتير جدا، والقواعد البيانات زي سكوبيس وغيرها ديت بقت إيه بقت موجودة وكتير جدا. دي كلها مصادر أنا أقدر أعتمد عليها في جمع البيانات بتاعتي، وهي طبعا إيه مصادر كلها مهمة. أنا اللي يعنيني في المصادر مدى موثوقيتها، يعني علشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين يعني ايه مدى موثوقيتها، يعني هي معموله بشكل علمي. في عندي مراجع اعتمد عليها الباحث في اطار الورقه او المصدر اللي هو قام بيه، طبعا دي كلها بتدي ايه بتدي ثقه للمصدر اللي انا بعتمد عليه. دي نماذج طبعا لمحركات البحث. في عندي حاجه اسمها الجوجل سكولر، في عندي حاجه اسمها دليل المصادر المفتوحه، في مثلا في مصر هنا عندنا بنك المعرفة، عندنا مثلا دار المنظومة تقريبا أعتقد إن هي فكرة سعودية أو إيه بصراحة مش متذكرة قوي، في عندنا الأكاديمية ريسيرش جيت وغيرها من الإيه طبعا وسكوبيس زي ما في حد من حضراتكم كان لسه كاتب دلوقتي. فدي كلها محركات بحث ممكن تساعدني إن أنا أقدر أحصل على مصادر كتير. الفكرة الثالثة، أنا مش عارفة دكتور الفكرة الثالثة، وهي مراجعة الدراسات السابقة، والمراجعة الدراسات السابقة هنا في إطار المقال اللي أنا عايزة أعمله علشان بس حضراتكم تبقوا فاهمينه، علشان في طبعا حاجة تانية متعلقة بمراجعة وعرض الدراسات السابقة في رسائل الماجستير والدكتوراه، ودي إحنا مش هنتطرق لها يعني. بس المقصود هنا بمراجعة الدراسات السابقة إيه؟ إن أنا في قائمة المصادر الكبيرة والمراجع اللي أنا هقدر إن أنا طبعا بمجرد ما بختار الفكرة البحثية بحاول إن أنا أجمع عليها مبدئيا كده مجموعة من المصادر والمراجع، هلاقي في إطار المصادر والمراجع دي مثلا مجموعة من المصادر
هي مرتبطة بشكل مباشر بموضوع البحث بتاعي، يعني ممكن تحمل نفس العنوان، ممكن زي ما قلنا كده نفس العنوان بس فترة زمنية مختلفة. ممكن مثلا أنا عايزة أتكلم عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر مثلا، بس أنا لقيت من ضمن المصادر أو المعلومات بتاعتي مثلا بحث عن السياسة الخارجية الأمريكية وليكن اتجاه مثلا السعودية، أنا ممكن أعتمد على الدراسة دي كمصدر سابق في الإطار اللي هو متخصص أو المتعلق بتحليل السياسة الخارجية الأمريكية نفسها، وأبدأ أعرف إيه هي محددات السياسة الخارجية وأدوات صنع السياسة الخارجية الأمريكية، وأعرف إيه هي أهم المتغيرات اللي بتأثر لي أصلا على السياسة الخارجية الأمريكية أو محركات السياسة نفسها، وبالتالي أنا ممكن أعتمد على الجزء ده. فأنا عندي المراجعة هنا المقصود بيها إيه في المقال السياسي، إن أنا بطلع بقى بشكل أدق على الدراسات المتعلقة على طول بشكل مباشر بالموضوع بتاعي. القراءات دي زي ما دكتور عبد السلام كان لسه بيكلمنا دلوقتي، كل ما القراءات بتاعتي بقت أكتر كل ما قدرت أحدد بقى الموضوع بتاعي بشكل نهائي. إحنا لحد دلوقتي كده بنتكلم على فكرة، والفكرة دي مجرد تصور مبدئي، مع القراءات بتاعتي هقدر أوصل إن أنا إيه أحدد خلاص أنا عرفت إن ده الموضوع اللي أنا هبدأ إيه إن أنا هبدأ أكتب فيه بقى خلاص، وأبدأ أعمل تحليل زي ما هنشوف دلوقتي. الخطوة الرابعة اللي هي بعد تحديد الموضوع بشكل نهائي ده، إن أنا محتاج إن أنا أبدأ أدون طبعا مجموعة من المعلومات، أدون المصادر المعلومات الأساسية بتاعتي. وزمان طبعا الخطوة دي كنا بنعملها بشكل يدوي، دلوقتي كل حاجات طبعا إيه على الكمبيوتر أو بشكل سوفت، يعني بحاول إن أنا أشوف المصدر، بشوف إيه البيانات بتاعته، بشوف إيه هي أهم الأفكار اللي موجودة في المصادر دي، فبالتالي يبقى عندي كم كبير من المعلومات متعلق بالموضوع بتاعي. بعد كده بحاول ان انا بعد ما شفت الافكار اللي هي خاصة بكل مصدر واحاول اربطها بالفكرة الرئيسية بتاعتي انا، فبعمل حاجة اسمها تجميع وتنظيم الايه؟ تجميع وتنظيم الافكار. انا دلوقتي عندي زي ما قلنا الخطوة السابعة والاهم، عايز اعمل بقى تحليل، عايز اعمل تحليل لايه؟ عايز اعمل تحليل لحاجتين، عايز اول حاجه اعمل تحليل للموضوع بتاعي زي ما هنشوف دلوقتي، وفي نفس الوقت انا عايز اعمل تحليل للمصادر اللي انا قدرت ان انا ايه اتحصل عليه. ففي الخطوه السابعه ودي الاهم برضو بالنسبه لنا في المحاضره بتاعتنا النهارده، انا بتكلم عن التحليل ايه عن التحليل السياسي. وزي ما قلنا يعني ايه تحليل سياسي، انا بستخدم منطق معين، المنطق ده بعتمد فيه على ايه؟ بعتمد فيه على ان انا يبقى عندي برهان، ان انا يبقى فيه عندي مجموعه من الحقائق والقيم اللي بتعتمد عليها البحث او الدراسه بتاعتي دي، ان انا لازم يبقى عندي زي ما قلنا كده قدره على ان انا اكون رؤيه معينه حوالين موضوع معين، فبالتالي هقدر اوصل لاستنتاجات معينه، او هقدر اقدم مثلا توصيات معينه، او هقدر يبقى عندي الملكة اللي تفسير الظاهرة أو الحدث محل البحث بتاعي. فده كل إيه دي كلها عمليات أساسية متعلقة بالتحليل إيه بالتحليل السياسي. هناخد إيه في التحليل السياسي عشان برضو حضراتكم تبقوا إيه عارفين كده سريعا. أول حاجة أنا محتاج أعرف أصلا وإحنا بنعمل تحليل سياسي ليه، يعني إيه وظائف التحليل السياسي في إطار العلوم بتاعتنا اللي هي العلوم السياسية دي. عايز أعرف ايه هي المبادئ اللي بتحكم عملية التحليل السياسي برضو، علشان وانا بعملها وانا بقرا بعد كده لما يبقى قدامي بقى مثلا رسالة او كتاب او مقالة ابقى قادر احكم واشوف فعلا هل هو بينطبق عليه، وهل هو الباحث ده فعلا اعتمد بشكل اساسي على فكرة التحليل السياسي ولا لا. بشوف ايه هي مستويات التحليل السياسي، وده مهم جدا 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 علشان انا اقدر اميز نفسي كباحث او محلل عن ايه عن الاخرين يعني. واخيرا بحاول اشوف ايه هي مداخل ومناهج التحليل السياسي، ودي هقولها بشكل سريع علشان دي محتاجه مننا مثلا 3 أو 4 محاضرات يعني. واخر حاجه خالص هنتكلم عن تحليل المضمون للنص السياسي. طيب واحده واحده هنرجع للسلايد اللي فات، معلش يا دكتور. لو انا بتكلم عن وظائف التحليل السياسي، فانا عندي وظائف التحليل السياسي دي بالاساس اول حاجه خالص قدره المحلل نفسه على تكوين حاجه اسمها الرؤيه السياسيه، يعني ان انا عن طريق التحليل ده ابقى كباحث او كمحلل خلاص بقى عندي قدره على ان انا يبقى عندي حاجه اسمها رؤيه سياسيه، وهنعرف دلوقتي يعني ايه.
ان انا يبقى عندي قدره على حاجه اسمها التفسير، ان انا زي ما قلنا كده انا عارف قوي ان انا ايه افصص الظاهره نفسها للمكونات بتاعتها، احاول اشوف ايه العلاقات بين المكونات دي، بحاول اشوف الاسباب، بحاول اشوف ايه هو التفسير الخاص بالمشكله نفسها، علشان اوصل لحاجه اعلى شويه بعد التفسير احنا بنقول عليها الايه التنبؤ. التنبؤ او زي ما هنشوف دلوقتي ازاي ان انا يبقى عندي قدره على ان انا يبقى عندي حاجه اسمها رؤيه استشرافيه، يعني قادر ان انا ارسم مثلا سيناريوهات مستقبليه في اطار الموضوع اللي انا بدرسه. الرؤيه السياسيه زي ما قلنا كده ان انا بتخطى فكره البحث، يعني انا مش مجرد ان انا قايم بشوف شويه مراجع وبشوف ايه اللي مكتوب في المراجع دي، لا انا بحاول بقدر الامكان ان انا الحاجه او المصادر اللي موجوده معايا انا قدرت اكون من خلالها رؤيه معينه. الرؤيه دي لازم تبقى رؤيه علميه طبعا، لازم تبقى رؤيه شامله، لازم يبقى ايه بتعمل لي ضبط للموضوع بتاعي وان انا اتحكم فيه بشكل او باخر. الرؤيه دي زي ما قلنا كده تبقى قابله للتطبيق والقياس، يعني مش احنا بنقول حاجه من ضرب الايه من ضرب الخيال، الرؤيه بتاعتي انا عارف ان انا ممكن اطبقها بشكل معين، او لو هي مثلا في شكل فرضيات معينه انا قادر ان انا اخضعها للقياس والاختبار. طبعا التنبؤ زي ما قلنا كده هو ان انا يبقى عندي قدره على ان انا ادرس الظاهره معينه وابقى عارف ايه هو تطور الظاهره ده وايه النمو بتاعها واتجاهات الايه واتجاهات تطور الظاهره دي، وهنعرف دلوقتي ازاي. كمان ان انا لازم ابقى عارف ان التنبؤ في اطار العلوم السياسيه له مجموعه كده من الايه له مجموعه من السمات لازم انا ابقى عارفها كويس قوي، ان انا اصلا في عندي حاجه بتقول ان في طرق واساليب التنبؤ في العلوم السياسيه بتفترض فكره استمرار العوامل التفاعليه، يعني كاني في عندي ايه في عندي كاني الظواهر السياسيه دي بتميل اكتر للايه للتكرار. كمان التنبؤ ده هقدر اعمله ازاي لما اقدر احلل زي ما قلنا كده الظاهره نفسها لمجموعه من المتغيرات الكتير وابدا ابقى عارف ايه العلاقه بين المتغيرات دي، فبالتالي المتغير ده لو حصل هيبقى فيه امكانيه لحدوث حاجه معينه، ان هو في حاله مثلا زي ما قلنا كده تحييد متغير معين ده هيؤدي ان الظاهره هيبقى لها مثلا احداث بشكل او تطور في المستقبل بشكل معين وهكذا. طيب التفسير بقى، وعلشان نبقى عارفين زي ما قلنا كده التفسير هو بس فكره الايه ربط السبب بالنتيجه، يعني انا هل انا قادر اعرف ايه هي اسباب الظواهر دي وايه هي النتائج اللي ترتبط على الاسباب دي بشكل او باخر، فده يعني ان انا عندي فهم دقيق بقى للاحداث والتفاعل ما بين الايه ما بين الاحداث دي. طيب ايه هي بقى مبادئ التحليل السياسي برضو عشان حضراتكم تبقوا معايا في الصوره ودي مهمه جدا. اول حاجه لازم ابقى عارفها انا كباحث ان الظاهره السياسيه نفسها ظاهره معقده وظاهره متعددة الجوانب والأبعاد، دي لازم أول حاجة أبقى معترف بيها، فبالتالي علشان أنا أقدر إن أنا أدرس الظاهرة نفسها من كل جوانبها ده بيبقى عندي صعوبة كبيرة جدا، علشان كده لازم أول حاجة في التحليل السياسي لازم أبقى عارف إن أنا عندي حاجة اسمها تعدد عوامل التحليل، يعني أنا أوريدي عندي عوامل كتير جدا ممكن على أساسها أقدر أعمل إيه؟ أعمل تحليل. وزي ما قلنا كده مش من الشطاره اللي هي انا كباحث ان انا ايه ابقى عايز ادرس كل حاجه وعايز الم بالظاهره كلها بكل ابعادها، بالعكس يمكن انا لو اكتفيت بعامل تحليل معين او بعد معين وقدمته بشكل كويس ممكن يبقى ده افيد ايه او اكثر فايده من ان انا بدرس الموضوع كده بشكل عام يعني. طيب كمان عندي لازم ابقى عارف ان هو في كل موضوع هلاقي في عامل هو اللي بيضغط وبيأثر بشكل عن الآخر، فاحنا بنقول هنا في عندي حاجة اسمها اختلاف الأوزان اللي هو خاص بعوامل التحليل ده، يعني مثلا ممكن ألاقي موضوع العامل السياسي هو فيه العامل الفعال والأكبر، بس ده ما يمنعش إن أنا في عندي عوامل سياسية عوامل اقتصادية واجتماعية هي كمان مؤثرة. خلاص ممكن العكس في موضوع تاني خالص ألاقي إن المحرك الأساسي أو العامل الأكثر تأثيرا هو العامل مثلا الاجتماعي، في حين برضو ان هو في تاثير العامل السياسي والاقتصادي بس مش بشكل الوزن الايه او مش بشكل تاثير العامل الاجتماعي ده. لازم ابقى عارف كمان باختلاف او تعدد العوامل بتاعه التحليل ده انا برضو عندي حاجه اسمها اختلاف المحللين، يعني ايه اختلاف المحللين؟
يعني انا ممكن يبقى عندي ظاهرة واحدة بس، وممكن احنا انا حد مهتم قوي بالشأن الاقتصادي، فبالتالي انا معتمد على ايه بتحليل او حتى دراستي والتخصصات بتاعتي. ما احنا مثلا عندنا ظواهر زي الارهاب، ظواهر زي الفقر، ظواهر زي البطالة، ما دي ظواهر متعددة الابعاد. ممكن حد يبقى عايز يتناول الارهاب ده من مثلا من بعد اجتماعي، وفكرة التنشئة وفكرة مش عارفة مثلا اللي احنا بنقول عليها مؤسسات، مثلا مؤسسات التنشئة وغيرها. في حد تاني عايز مثلا هو دارس قانون دولي، فعايز يدرس الارهاب من الناحية اللي هي القانونية، فبيتكلم على اتفاقيات مثلا سواء كانت دولية او اقليمية او غيرها. في حد تاني مثلا عايز يدرس الارهاب مثلا وتأثيره على وليكن الامن الايه الامن الداخلي مثلا. في حد مثلا بتاع اقتصاد عايز يدرس الارهاب، فعايز يتكلم عن فكرة تمويل الارهاب والجماعات الارهابية الى اخره. فانا فكرة ان انا الظاهرة نفسها متعددة، ده يعنيني تعدد عوامل، تعدد محللين، يعني ان احنا ايه في اختلاف بين الايه في اختلاف بين المحللين، حسب كل واحد فينا بيشوف الظاهرة من ايه الرؤية بتاعته ايه او التخصص بتاعه ايه. هنلاقي كمان، ودي من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نبقى عارفينها كويس قوي، ان انا لازم ابقى عارف ايه هو التطور بتاع الظاهرة نفسها. يعني كل ظاهرة لها بعد زمن، احنا بنقول على التاريخ او الماضي بتاع الظاهرة نفسها، حاضر الظاهرة. فلو انا اوريدي عارف اربط ما بين التاريخ والحاضر، فقادر احكم بشكل كبير على تطور الظاهرة نفسها، انا هيبقى عندي القدرة على فكرة الايه قدرة على فكرة التنبؤ بقى، اللي هو البعد الزمن المستقبلي المتعلق بالظاهرة نفسها. كمان لازم ابقى عارف ان انا برضو عندي كل ظاهرة لها سياق، ودي من الحاجات اللي هي احنا طول الوقت بنقع فيها برضو، من الاخطاء اللي انا بشوفها ان هي ايه انا شايفة ان هي من الاخطاء المميتة، يعني ان انا الظواهر مختلفة حسب البيئة اللي هي موجود فيها الظاهرة، حتى لو انا بتكلم على نفس الظاهرة. يعني انا ما الظاهرة زي البطالة مثلا موجودة مثلا في دولة زي امريكا، غير لما انا هاجي ادرس نفس الظاهره بتاعت البطاله دي زي في دوله مثلا زي ليبيا، او في دوله زي ايه دوله مثلا زي مصر. السياق نفسه مختلف، البيئه نفسها مختلفه، العوامل اللي الدافعه اصلا لوجود ظاهره زي البطاله دي مختلفه، العوامل اللي انا هعالج بيها الظاهره اصلا هي كمان ايه هي كمان مختلفه. فانا لازم طول الوقت ابقى قادر انا كمحلل سياسي ابقى عارف تفاعل الظاهره نفسها اللي انا بدرسها او الموضوع مع المكان او البيئه اللي موجود فيها الايه او اللي موجود فيها الظاهره دي. هلاقي كمان من الحاجات المهمه اللي انا لازم ابقى عارفها، ان انا لازم ابقى عارف ان التحليل السياسي ده مستويات. يعني ايه التحليل السياسي مستويات؟ بما ان انا بقول لحضراتكم لسه احنا دلوقتي بنتكلم، فبنقول ايه احنا بنقول ان التحليل هو فك الظاهره لعناصر الايه للعناصر الاوليه الاساسيه بتاعتها والمتغيرات. فانا برضو التحليل بتاعي هو مستويات. يعني ايه يعني ايه يا دكتور مستويات؟ التحليل بتاعي انا بتكلم ان انا ممكن مثلا احلل على مستوى ايه على مستوى كلي، يعني انا بحلل الايه الظاهره مثلا على المستوى الكلي بتاع الظاهره نفسها. ممكن احلل على حاجه اسمها المستوى الايه مستوى جزء. ممكن تلاقيني مثلا وانا باجي اتكلم عن وحدات تحليل مثلا او مستوى تحليل، بتكلم مثلا على مستوى تحليل الفرد، مستوى تحليل مثلا الجماعه والدوله. خلاص دي 3 مستويات مختلفه خالص للايه للتحليل. فانا عندي مستويات التحليل دي حاجه ايه حاجه مهمه، وكل ما انا ابقى قادر قوي ان انا احدد ايه المستوى اصلا اللي انا بعتمد عليه في التحليل بتاعي، كل ما بدا التحليل بتاعي يبقى ايه منطقي اكتر. وبرضه لازم ابقى عارف ان انا عندي مداخل ومناهج بستخدمها في التحليل السياسي، والمناهج والمداخل دي لها تقسيمات كتير قوي. عشان كده انا بقول لحضراتكم احنا عايزين مثلا 3 محاضرات في الجزء الخاص بس بالمناهج والمداخل دي. هنلاقي مثلا التقسيم اللي هو خاص بالتطور بتاع المناهج نفسها. هنلاقي احنا بنتكلم مثلا في علم زي علم السياسة، ده احنا رابطينه من اول الفكر السياسي اليوناني، فاحنا بنتكلم على آلافات السنين قبل الايه قبل التاريخ الميلادي اصلا. واوريدي احنا بنقول ان ارسطو مثلا هو ابو العلوم او ابو النظم السياسيه المقارنه، علشان هو اصلا مؤسس وواضع المنهج المقارن ده. فانا اوريدي عندي حاجه اسمها مناهج تقليديه. يعني ايه مناهج تقليديه؟ يعني هي المناهج المستخدمه قديما قوي في دراسه العلوم السياسيه،
زي مثلا المدخل التاريخي، زي المدخل القانوني، زي مثلا زي ما احنا لسه قايلين المنهج الايه، المنهج المقارن مثلا. هلاقي في عندي بعد شويه في عندي حاجه اسمها المرحله السلوكيه، والمرحله السلوكيه دي متعلقه شويه بان انا بدات اكمم او احاول ان انا الظواهر السياسيه ادرسها على شكل ايه، بشكل كمي. وده في له موجه دلوقتي اللي احنا موجودين فيها، واللي بنعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي، وبنعتمد فيها على احنا بنقول الداتا اناليسز، ان احنا كل الظواهر دلوقتي بنحاول بقدر الامكان ان احنا ندرسها بشكل ايه، بشكل احصائي. فالموجه دي اوريدي كانت موجوده في الخمسينات والستينات، والستينات يعني من القرن الايه، من القرن العشرين. ممكن الامكانيات كانت بشكل اقل شويه، بس يعني اللي انا اقصده ان اللي موجود دلوقتي مش حاجه ايه، مش حاجه مستحدثه يعني، نتيجه لوجود عنصر زي الذكاء الاصطناعي ده. هلاقي كمان ان انا عندي مناهج طبعا حديثه دلوقتي، وهي المناهج احنا بنقول عليها شويه اللي قايمه على فكره تعدد التخصصات. يعني دلوقتي احنا بقينا الموضوعات كلها داخله ايه، موضوعات كتير داخله ببعضها. يعني لسه حد من زمايلكم كان بيقول انا اتكلمت عن الدبلوماسيه الرقميه. الدبلوماسيه الرقميه دي لو انا جيت شفت بس الموضوع نفسه خلاص، يعني الدبلوماسيه الرقميه والذكاء الاصطناعي، لو انا شفت الموضوع نفسه انا هلاقي موضوع بيني بين اكتر من تخصص. يعني انا بتكلم مثلا على قانون دولي، بتكلم مثلا عن علوم سياسيه بشكل او باخر مثلا، او حتى لو انا هتكلم عن فكره السياسه الخارجيه تحديدا باعتبار ان الدبلوماسيه دي احد ادوات التعبير عن السياسه الخارجيه. لو انا جيت اتكلمت عن الرقمنه فانا بتكلم مثلا عن علوم متعلقه بالرياضيات مثلا، ومعايا علوم متعلقه مثلا بالحاسب الالي. فانا في موضوع واحد بس اللي هو الدبلوماسيه الرقميه اهو. وزي ما قلنا كده احنا بنقول عليها ديت الايه، الدراسات متعدده التخصصات، ايا كان ايه العلاقه بقى بين الايه، بين التخصصات دي، عشان برضو دي حاجه لوحدها محتاجه ايه، محتاجه مننا محاضرات كتير يعني في العلوم البينيه او متعدده التخصصات دي. في عندي تصنيفات تانية للمناهج المستخدمه في التحليل السياسي مثلا، ان انا بصنفها ما بين مناهج كميه وكيفيه. وفي عندي حاجه اسمها المنهج المختلط اللي بيجمع ما بين الكمي والايه والكيفي. في عندي مثلا فكره الاستقراء والاستنباط. فكره الاستقراء ان انا بيبقى عندي حالات كتير قوي بدرسها، علشان من خلال الحالات دي نفسها اقدر اوصل لمثلا لنظريه معينه او مقوله ايه، او مقوله مثلا او مبدا معين. فانا ببدا من الايه، من الخاص للعام في الاستقراء. العكس في الاستنباط، لا الاستنباط انا بيبقى اوريدي عندي نظريه او عندي مقوله او عندي مبدا معين، وانا بحاول بقدر الامكان ان انا اطبق او اختبر مدى صحه المقوله او النظريه دي بالتطبيق على حالات معينه. فانا في الاستنباط بنتقل من العام للايه، للخاص، الى ايه، الى اخره. دي كده المناهج بتاعه التحليل السياسي بشكل ايه، بشكل سريع جدا. استاذن حضرتك يا دكتور، بس هنغير السلايد. طيب النص السياسي، لو انا بقى اوريدي معايا نص مكتوب قدامي خلاص، انا هقدر اعمل تحليل للنص السياسي ده ازاي، وازاي اقدر اعمل حاجه اسمها رسم السيناريوهات المستقبليه. استاذن حضرتك يا دكتور، هنجيب السلايد اللي بعده. عندي 3 حاجات انا هعرفهم هنا معلش في تحليل النص السياسي. اول حاجه هعرف يعني ايه تحليل نص سياسي وايه هو مضمونه اصلا. هعرف بقدر الامكان ايه الوحدات بتاعه تحليل النص السياسي اللي احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي، اللي هي مرتبطه بمستويات التحليل نفسه. يعني ازاي اقدر اعمل حاجه اسمها رسم سيناريوهات خلاص اتوقع بها احداث معينه. اول حاجه ان انا لازم ابقى عارف ان تحليل النص هو مختلف تماما عن قراءه النص. يعني انا فكره ان انا اقرا نص ده حاجه مختلفه تماما عن تحليل النص، وان كانت القراءه دي الخطوه الاولى خالص للايه، للتحليل. يعني ان انا يبقى عندي نص، ان انا هبدا اقرا النص السياسي ده قراءه صحيحه، ده هيتطلب مني بعد كده ان ايه، ان انا هتطرق بقى للتحليل وايه وغيره من العمليات اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي. لازم كمان ابقى عارف ان النص السياسي مش معناه فقط النص الايه، مش معناه فقط النص المكتوب. احنا لسه النص السياسي ده ممكن يبقى مثلا خطبه لرئيس معين، ممكن مثلا زي ما احنا بنشوف على طول في الانتخابات الامريكيه فكره المناظره بين المرشحين الرئاسيين مثلا. المناظره نفسها في حد ذاتها انا ممكن اعتبرها نص سياسي، محتوى برنامج معين هو انا هعتبره نص سياسي. فبالتالي دي اول حاجه لازم ابقى عارفها، ان النص السياسي مش بيقتصر على فكره النص الايه، على فكره النص المكتوب بس، هو كل نتاج فكري بشري متعلق بفكره ظاهره الايه، السلطه.
يعني محور النص نفسه، عشان انا كده بقول هو نص سياسي، محور النص فكرة الايه، الظاهرة السياسية نفسها اللي هي داخل منها او جوهرها الايه، السلطة. طيب الهدف من تحليل النص ايه؟ ان انا بحاول ان انا اتعمق اكتر في فهم الظاهرة، بشوف ايه الوقائع المرتبطة بالايه، بالظاهرة بتاعتي دي، ايه الاحداث اللي انا هقدر ايه، الاحداث اللي انا هعتمد عليها اكتر في الظاهرة دي، بشوف ايه الاطراف، بشوف ايه هم الفواعل اللي داخل الايه، اللي داخل الظاهرة دي. كمان تحليل النص السياسي ده بيتطلب مني في اوقات كتير، زي ما انا لسه ضاربه لحضراتكم مثال دلوقتي حالا، الدبلوماسيه الرقميه دي بيتطلب مني ان انا لازم يبقى عندي اصلا انا كمحلل ثقافه، يعني انا ملم زي ما اقول كده، حتى لو العلوم السياسيه نفسها هي التخصص الرئيسي بتاعي، فانا لازم يبقى عندي قدر من المعلومات بتخصصات تانية، وخاصه لو الموضوع بتاعي اصلا هو ايه، لو هو الموضوع متعدد التخصصات شويه، لازم يبقى عندي ثقافه سياسيه اوريدي. يعني ايه ثقافه سياسيه؟ يعني انا اصلا مطلع، انا قارئ عن الموضوع بشكل كويس، فانا عارف اربط الاحداث ببعضها، مش لسه ايه، لسه بتفاجئ بحاجه معينه، وكل ما انا برضو كم المعلومات والثقافه بتاعتي بقت اقل شويه في اطار موضوع معين، كل ما بيبقى عندي صعوبه في ان انا اقدر اعمل تحليل للموضوع ده، وان انا بعد كده ابدا اكتب فيه. طيب هلاقي كمان عندي ايه هي بقى وحدات تحليل النص السياسي ده؟ وحدات كتير جدا، بما ان احنا اعتبرنا ان النص السياسي مش المقصود بيه النص بس اللي مكتوب، في عندي وحده الكلمه نفسها، ودي اصغر وحده تحليل، يعني الكلمه نفسها سواء كانت مكتوبه او منطوقه، فانا ممكن اعمل تحليل للكلمات نفسها. في عندي حاجه اسمها وحده الموضوع او الفكره، ان دي اكبر شويه من الايه، من الكلمات نفسها، ان انا بعمل تحليل مضمون للنص بس في اطار الفكره اللي هو بيتكلم عليها النص ده. ممكن يبقى عندي حاجه اسمها وحده الشخصيه، يعني ايه وحده الشخصيه؟ زي ما احنا كده اتفقنا، الشخصيه بقى سواء كان ان النص السياسي نفسه بيتناول شخصيات معينه مثلا، او بيدور حوالين شخص معين، او حتى ان انا اربط النص السياسي بقائل النص السياسي نفسه، يعني ان انا مثلا انا ده نص او خطاب سياسي من احد الرؤساء في مناسبه معينه، فانا هبدا اربط بين تحليل النص وبين تحليل المناسبه وبين تحليل قائل الايه او ملك الخطاب نفسه، وهكذا. دي كده عندي من ايه، دي عندي مثلا من الوحدات اللي انا ممكن استخدمها. ممكن استخدم وحدات متعلقه شويه بالمساحه والزمان، ويبقوا مرتبطين بالنص السياسي زي ما قلنا كده. ممكن يبقى في عندي فئات مختلفة تانية أقدر إيه؟ أقدر إن أنا أحكم بيها على، أو إن أنا أقدر بناء عليها أعمل تحليل للنص السياسي ده. عايزة بقى أرسم سيناريوهات، ودي من الدراسات اللي إحنا بنفتقد ليها كتير في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، يعني إن هتلاقي نادرا قوي ما في ناس بتتكلم عن الدراسات المستقبلية أو الرؤى الاستشرافية وغيرها، ولما بنيجي نعملها بنعملها كده في إطار خاتمة الدراسات بتاعتنا، في شكل ايه، في شكل مبسط كده. طيب السيناريو زي ما احنا قلنا كده، السيناريو ده هو وضع مستقبلي، يعني انا بحط زي ايه، زي تصور كده بس هيحصل في المستقبل محتمل، احنا بنقول عليه مثلا مرغوب فيه، احنا نتمنى ان هو يحصل مثلا بشكل معين، بنوضح من خلال الوضع المستقبلي ده لملامح المسار او المسارات اللي ممكن تؤدي لايه، تؤدي لحدوث الوضع ده. ولازم التصور بتاع المستقبلي ده بينطلق بداية من الايه، من الواقع اللي احنا اصلا موجودين فيه، يعني انا بحط تصور مستقبلي وكل حاجة، بس هو مرتبط ومنطلق بشكل اساسي من الوضع القائم بتاعي ده. طيب هلاقي طرق بناء السيناريوهات عندي ايه، عندي 3 طرق اساسية عندي، لا اما بعمل حاجة اسمها الطريقة اللانظامية. يعني ايه الطريقة اللانظامية؟ يعني انا كباحث بيبقى عندي مثلا قراءاتي، تصوراتي، خيالي، التفكير بتاعي التحليلي اللي انا حللت على اساسه الظاهرة، واقوم عامل ايه، واقوم حاطط سيناريوهات مثلا ممكن ايه بناء على الحدس او الخيال بتاعي ده. وفي عندي حاجه اسمها الطريقه النظاميه او النمذجه. يعني ايه الطريقه النظاميه او النمذجه؟ دي طريقه ببني السيناريو بس بناء شويه على طرق حسابيه مثلا بشكل او باخر، بستخدم مثلا متغيرات كتير، ويبقى عندي نماذج فرعيه كتير، وبحاول اشوف الايه العلاقه بين المتغيرات دي، وابدا ان انا احط السيناريو بتاعي بس بناء على معلومات ووقائع وايه وتحليلات احصائيه معينه. في عندي بقى الطريقه اللي هي احنا بنقول عليها الطريقه المختلطه، ودي اللي هي ما بتجمع ما بين الايه، ما بتجمع ما بين فكره الحدس دي او الطريقه اللانظاميه
وطريقه الايه وطريقه النمذجه. طيب انا عشان ابني سيناريو لحوالين موضوع او فكره معينه، مفترض ان انا بحاول ان انا اعمل جمع للمعلومات، تمام، مفترض كمان ان انا بحاول اعمل هيكل كده للسيناريو، او بشكل مجموعه من الصور البديله والمستقبليه، ولازم اعمل فحص لكل سيناريو وبشوف ايه البديل بتاعه، بعمل استراتيجيه متكامله الى اخره. طيب انواع السيناريوهات اللي انا برضو ممكن احطها ولازم حضراتكم تبقوا عارفينها، انا عندي نوعين اساسيين، عندي حاجه اسمها سيناريوهات استطلاعيه، وعندي حاجه اسمها سيناريوهات استهدافيه. طيب يعني ايه يا دكتور سيناريوهات استطلاعيه، ويعني ايه سيناريوهات استهدافيه؟ السيناريوهات الاستطلاعيه زي ما احنا قلنا كده، ان انا عندي وضع راهن، الوضع الراهن ده بحط له مجموعه من البدائل والاحتمالات اللي هي ممكن تحصل في المستقبل، ممكن تحصل في المستقبل، انا عندي سيناريو واحد واثنين مثلا وثلاثه بناء على الايه، على الواقع اللي انا عايشه فيه. السيناريوهات الاستهدافيه لا، انا بنعتبرها سيناريوهات عكسيه. يعني ايه سيناريوهات عكسيه؟ يعني انا بحط هدف مستقبلي، يعني انا عايز اوصل للنقطه دي، ده الهدف بتاعي خلاص، ولما بحط الهدف اوريدي اللي انا عايز اوصل له هو هدف واحد بس هو محدد، برجع تاني بقى للحاضر اللي انا موجود فيه علشان اشوف ايه المسارات اللي انا لازم اخدها في اطار الحاضر بتاعي ده هتوصلني للهدف بتاعي اللي انا حاطاه. فاحنا بنقول عليها سيناريوهات استهدافيه. يبقى تاني معلش، سيناريوهات استطلاعيه انا بناء على الواقع اللي انا عايش فيه بحط احتمالات وسيناريوهات وبدائل خلاص، اما السيناريوهات الاستهدافيه لا، انا بحط هدف وعايز احققه في المستقبل وبرجع للحاضر علشان اشوف ايه الحاجات اللي انا لازم اعملها علشان اقدر اوصل في الاخر للهدف ايه؟ للهدف بتاعي ده. في السيناريوهات الاستطلاعيه دي عندي انواع او 5 انواع تحديدا. في عندي حاجه اسمها سيناريو خالي من المفاجآت. يعني ايه سيناريو خالي من المفاجآت؟ يعني انا كمحلل او كباحث بتوقع ان هو استمرار الاحداث زي ما هي، مفيش حاجه هتحصل ايه، مفيش حاجه هتحصل جديد. او ان انا يبقى عندي سيناريو تفاؤلي شويه، بقول ان الاحداث ممكن تتحسن مع الايه، مع مرور الوقت يعني. او العكس، ان انا يبقى عندي سيناريو تشاؤمي، ان هو ممكن يحصل حاجه في المستقبل فتخلي الاوضاع ايه، اسوأ على اللي هي كانت موجوده عليه يعني. او سيناريو الكارثه، ودي بقى احداث بتسوء خالص بس بشكل ايه، بشكل مرعب. او ان انا يبقى عندي حاجه اسمها سيناريو الثوره او الانقلاب، وان هو ممكن يحصل شيء او كشيء مستقبلي يعني، ان هو في الاخر خالص يؤدي لفكره الايه، السيناريو او الانقلاب ده. فدي عندي الخمس ايه، الخمس سيناريوهات الاساسيه المرتبطين بالسيناريوهات الاستطلاعيه، مش السيناريو الايه، مش السيناريو الاستهدافي. احنا اتفقنا ان السيناريو الاستهدافي انا عندي هدف وبشوف ايه المسارات اللي ممكن توصلني ليه. خلاص، وهم واحنا بنعمل السيناريوهات دي برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين، في عندي حاجه اسمها ان انا ببدا احدد ايه هي نقاط القوه بتاعت السيناريو اللي انا افترضته ده، وايه هي نقاط الضعف الخاصه بالايه، بالسيناريو ده. وان انا يبقى في عندي حاجه اسمها الفرص والمخاطر، يعني ايه الفرص اللي ممكن اكتسبها من ايه لو حدث السيناريو، او لو انا ايه طبقت السيناريو ده، وايه المخاطر اللي انا ممكن اتعرض لها وايه الى اخره يعني. طيب خطوات بناء السيناريو، طبعا لازم اول حاجه اللي انا لازم يبقى عامل اصلا حاجه اسمها تشخيص او وصف للوضع الراهن. يعني انا قادر قوي ان انا اشخص الوضع زي ما هو موجود، انا قادر افهم ايه هي الديناميكيات او التفاعلات اصلا اللي موجوده جوه الايه، جوه القوه في الوضع الراهن بتاعي ده، قادر ان انا احدد ايه هي السيناريوهات البديله، قادر ان انا اصيغ السيناريو ده بشكل كويس زي ما قلنا كده، انا عارف ان انا احلل النتائج بتاعت السيناريوهات، وقادر اعرف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، وايه المخاطر لو السيناريو ده حصل، ايه هي المكاسب اللي ممكن تبقى مترتبه عليها وهكذا. هستاذن حضرتك يا دكتور بس هنغير السلايد الثاني. الخطوه الثانيه والمهمه بالنسبه لنا، عايزين بقى نكتب. يعني احنا خلاص اوريدي جمعنا البيانات بتاعتنا، عملنا تحليل للنصوص بتاعتنا، قرينا في الموضوع بتاعنا بشكل كويس، عملنا تحليل زي ما قلنا كده لكل النصوص سواء كانت مقروءه او مسموعه ايا كان ايه المصدر اللي انا بعتمد عليه. عايز ادخل بقى في مرحله الكتابه، يعني انا عايز اصيغ كل الخطوات بتاعت البحث العلمي السبعه اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وعايز ابدا اكتب بقى. يعني انا اوريدي خلاص عايز ايه، ابدا اكتب
الورقه بتاعتي في المقال، في رساله الماجستير، في رساله الدكتوراه، في ايا كان. فحتى لما دكتور فاطمه تيجي تتكلم مع حضراتكم، هنتكلم مثلا في تقارير دبلوماسيه، هتكلم مثلا في تقدير موقف، ايا كان نوع الحاجه اللي انا بعملها. انا عايزه اكتب ايه بقى برضو معايا كده برضو، علشان بس نفصل شويه ونعمل عصف ذهني. تفتكروا في راي حضراتكم كده ايه هي المهارات اللي انا مفترض كباحث اتمتع بيها علشان اقدر ان انا اكتب بشكل اكاديمي وبشكل صحيح؟ وفي اعتقاد حضراتكم، هل في فرق بين حاجه اسمها scientific writing وحاجه اسمها academic writing؟ يعني في فرق بين الكتابه العلميه والكتابه الاكاديميه، ولا هما الاثنين واحد؟ على الشات، معلش استاذن حضراتكم، هل تعتقدوا ان في فرق بين حاجه اسمها الكتابه الاكاديميه والكتابه العلميه، ولا هما الاثنين واحد؟ وبرضه في اطار الكتابه الاكاديميه او العلميه دي، نفتكر ايه هي المهارات اللي انا مفترض ان انا اتمتع بيها كباحث او كمحلل ايا كان؟ يعني سمحت لي الدكتور عبد السلام كردي، أعتقد يعني ألو، تفضل يا دكتور مع حضرتك. يعني أكيد طبعا في فرق بين المهارات الكتابة الأكاديمية والكتابة العلمية. من وجهة نظري أنا بالدرجة الأولى من ناحية التحليل والصياغة في اختلاف كبير جدا يعني بين الكتابة الأكاديمية والكتابة العلمية، يعني لازم مع الأخذ بعين الاعتبار يعني الفئة اللي أنت بتكتبي لها، يعني هل هو طالب أو باحث أو شخص مختص، هنا تختلف الكتابة الأكاديمية عن الكتابة العلمية بشكل كبير يعني. وهذا يجي في المنهجية بصورة أكبر، تحليل المادة العلمية. شكرا. العفو يا دكتور، شكرا لحضرتك. طيب انا منتظره حضراتكم على الشات برضو، يعني نفكر كده ونفصل شويه، في فرق ولا لا، وايه هي المهارات المطلوبه مننا احنا كباحثين ان احنا نتمتع بيها، يعني علشان يبقى عندنا قدره على الكتابه الاكاديميه. حضراتكم معايا؟ انا مش عايزه اوجه سؤال لحد بشكل شخصي، او اقول لحضرتك ايه رايك في الموضوع، او نفتح المايك نتكلم مثلا. انا بس عايزه حضراتكم تشاركوا معايا كده، فنحس ان احنا ايه مع بعض كده في تواصل. يعني كتابه الاكاديميه كتابه علميه تتضمن علم المنهجيه وطرق البحث والملاحظات والتفسير. تمام يا استاذه صابرين. تمام استاذ سهيل، الكتابه الاكاديميه تركز على التفاصيل بينما الكتابه العلميه تركز على النتائج. طيب خلينا مبدئيا كده نبقى متفقين ان هما الاثنين مش حاجه واحده، يعني هما الاثنين مش متطابقين، بس هما الاثنين مش ما فيش يعني مش حاجتين، ده في اطار مثلا وسياق وده في اطار وسياق. هما الاثنين حاجتين بيكملوا بعض. يعني ايه حاجتين بيكملوا بعض؟ يعني انا الكتابه الاكاديميه هي اشمل واعم من الكتابه العلميه، او بتتضمن بداخلها الكتابه العلميه. طيب الكتابه العلميه المقصود بيها كده ببساطه شديده هي كل حاجه متعلقه بالعلم او التخصص نفسه. يعني ايه كل حاجه متعلقه بالعلم او التخصص نفسه؟ زي ما دكتور عبد السلام كان بيكلمنا دلوقتي،
ان انا بيبقى في عندي نظريات معينه مرتبطه بالعلم، في عندي مصطلحات مرتبطه بالعلم، عندي مفاهيم معينه مرتبطه بالايه، مرتبطه بالعلم. ممكن المفاهيم والنظريات وكل المصطلحات وكل التفاصيل دي كلها هتبقى محتاجه ان هو يبقى في ناس اصلا متخصصين، فبالتالي هم على علم او هيقدروا يدركوا شويه المصطلحات اللي انا بستخدمها، الكتابات او الموضوعات اللي انا بتكلم فيها. فهي كل حاجه متعلقه بالايه، يعني كل المهارات اللي هي متعلقه بالعلم نفسه، متعلقه بالتخصص نفسه. عشان كده احنا بنقول عليها ايه، بنقول عليها الكتابه العلميه. مع المهارات بتاعه الكتابه العلميه دي زي ما هنشوف دلوقتي، اللي هي متعلقه بقى بالنص والافكار واستخدام المصطلحات والمفاهيم وكل الكلام ده كله، في مجموعه من المهارات بتضاف على المهارات اللي هي العلميه دي، زي ما احنا قلنا كده، مثلا مهارات مثلا متعلقه باللغه نفسها، مهارات مثلا متعلقه نقول على الاستخدامات اللغويه، يعني مهارات مثلا متعلقه بفكره التوثيق، مهارات مثلا متعلقه ازاي هخرج اصلا البحث بتاعي او المقال ده بتاعي مثلا في شكل معين، علشان الشكل ده يبقى متفق قوي مع الايه، مع الشروط بتاعه الكتابه الايه الاكاديميه نفسها او العلميه دي. فكل المهارات دي لما هضيفها على المهارات المتعلقه بالكتابه العلميه نفسها، هتوصلني ان انا بتكلم عن حاجه ايه، اعم واشمل، كاني انا بتكلم في كتابه وتخصص معين بس بشكل ايه، بشكل اكاديمي او نمط معين هو بيميز المقالات والايه، بيميز المقالات والكتابات دي. زي الكتابه الاكاديميه، عشان بس حضراتنا برضو نبقى عارفين، انا عندي انواع كتير من الكتابه، يعني انا عندي كتابه ادبيه مثلا، دي مختلفه خالص تماما عن الكتابه الاكاديميه. فاللي انا اقصده ان انا عندي مجموعه من المعايير لازم تبقى متوفره علشان اقدر اقول ان النمط ده من الكتابه اسمه ايه، اسمه كتابه اكاديميه مرتبطه مثلا بتخصص معين اللي احنا بنقول عليها الكتابه الايه، الكتابه العلميه دي. طيب خصائص الكتابه الاكاديميه علشان حضراتنا نبقى عارفينها كده سريعا، هستأذن حضرتك يا دكتور ان انا لازم يبقى في عندي حاجه اسمها ايه، موضوعيه. يعني ايه موضوعيه؟ يعني انا اللغه بتاعتي اللي انا بتكلم فيها في الكتابه الاكاديميه هي لغه موضوعيه، بعيدا خالص عن العاطفه نفسها وبعيدا عن فكره ايه، شخصنه المواضيع. ان انا لما يبقى في عندي احكام ويبقى في عندي اراء مثلا معينه، او ان انا عايزه اوصل لتعميمات معينه، لازم يبقى في عندي ادله ولازم يبقى في عندي اسانيد، زي ما قلنا كده لازم يبقى في عندي استنتاج موضوعي، يعني انا في عندي اسباب معينه بناء على الاسباب دي والعلاقات بينها انا قدرت اوصل لايه، لنتائج معينه. فالنتائج هي اصلا في حد ذاتها ايه، في حد ذاتها موضوعيه، زي ما لسه كان دكتور او استاذ سهيل كان بيقول لنا دلوقتي فكره الايه، فكره ان هي مثلا الكتابه الاكاديميه مرتبطه بالاسباب، الكتابه العلميه مرتبطه بالنتائج، لا هما الاثنين مرتبطين ببعض. ان انا يبقى في عندي مقدمات هتوصلني في الاخر لايه، لاستنتاجات معينه، ولازم يبقى الايه، الاستنتاجات دي قايمه اصلا على المقدمات، ولازم ابقى عارف ان لو المقدمات بتاعتي نفسها اصلا مش صحيحه هتؤدي الاستنتاجات مش ايه، مش صحيحه. ان انا في عندي حاجه اسمها المسؤوليه. يعني ايه المسؤوليه؟ يعني انا كمحلل او كباحث انا مسؤوله عن النص بتاعي كله اللي انا ايه، اللي انا كتبته، سواء كانت بقى مسؤوليه علميه سواء كانت مسؤوليه موضوعيه. في عندنا طبعا حاجه اسمها مثلا الامانه العلميه، ان انا النص بتاعي انا هو قايم على فكره التحليل والتفسير وانا مستند لمصادر معينه، بس مش فكره ان انا ايه، فكره النقل المباشر اصلا من الايه، من مصادر مثلا معينه حتى من غير ما اشير للمصدر ده. دي كلها اسمها ايه، دي كلها اصلا مسؤوليه، جزء من الكتابه الايه، جزء من الكتابه الاكاديميه دي. عندي كمان فكره الوضوح. يعني ايه الوضوح؟ يعني انا عندي في تسلسل في الافكار زي ما هنقول دلوقتي، عندي سياق معين كده معين، العلاقات بين الافكار بتاعتي هي علاقات منطقيه، يعني كل فكره بتسلم الفكره لايه، بتسلم الفكره اللي بعدها. في عندي جمل كده، عندي فقرات وعندي عناوين رئيسيه، والعناوين برضو فيها ايه، العناوين الرئيسيه والفرعيه زي ما قلنا كده، كلها مرتبطه بسياق واحد منطقي محكم وموضوعي. لو انا شلت جزء من الايه، من الافكار دي او العناوين دي، المعيار بتاعها يبقى فيه خلل في الايه، في خلل في توصيل الفكره نفسها او الموضوع. ان انا لازم يبقى في عندي دقه، دقه دي بقى في الايه، في اختيار الموضوعات بتاعتي، دقه في التواريخ، لو انا هستخدم تواريخ معينه، في ارقام معينه لازم ابقى عارف الارقام دي انا جايبها بشكل دقيق ومصادر موثوق منها، لازم يبقى في عندي حتى دقه في اللغه اللي انا بستخدمها نفسها، زي ما احنا هنيجي نقول دلوقتي. في عندي حاجه اسمها الايه، هنجيب السلايد اللي بعد يا دكتور معلش. في عندي حاجه اسمها العقلانيه، زي ما قلنا كده
العقلانية دي، إن لغة البحث أصلا بتقوم على فكرة المنطق والتفكير واستخدام العقل وإثبات الحجة وتقديم براهين، وإن أنا يبقى في عندي قدرة على الإقناع. يعني أنا عندي في نوع من الأوراق البحثية أصلا اسم الورقة البحثية الإقناعية، هي قايمة كلها على فكرة إيه، إن أنا في عندي وجهات نظر معينة وبحاول إن أنا أتبنى وجهة نظر بشكل معين، وبحاول إن أنا أستقي الأدلة اللي تثبت وجهة النظر دي إلى آخره. فده كله حاجات إيه، كلها عمليات مرتبطة بالعقل نفسه. إن هي رسمية زي ما دكتور فاطمة هتكلمنا شوية في فكرة الإيه، التقارير مثلا الدبلوماسية، يعني رسمية يعني إيه، يعني لها لهجة معينة من كلمات ومصطلحات معينة. إن أنا ما ينفعش إن أنا أستخدم لغة عامية مثلا وأنا بتكلم على الإيه، وأنا بتكلم في إطار نوع معين من الإيه، من الجهد البحثي أو الورقة البحثية بشكل أو بآخر. ان انا ما ينفعش ان انا استخدم مثلا مصطلحات زي الانا او للتفخيم مثلا او تفخيم الذات، او ان انا استخدم تعابير شخصيه مثلا بشكل ايه، بشكل مباشر كده. بنعتبرها زي ايه بالظبط؟ هنا هو بيقول لنا الكتابه الاكاديميه زيها بالظبط زي ايه، ان انا يبقى في عندي زي رسمي في مناسبات معينه، ان في مثلا مناسبات رسميه لازم يتلبس لها زي معين كده، فده بيعتبر الزي الرسمي بتاعنا احنا. هو نفس المنطق بالظبط، ان انا عندي اسلوب والفاظ وعبارات وبناء معين للكتابه بتديها طابع الايه، طابع الرسميه شويه. خلاص، في عندي كمان القوه. يعني ايه القوه؟ ان انا يبقى عندي النص الاكاديمي قوي كده، معتمد على احنا نقول عليها فصاحه لغويه، قايمه على فكره قوه اللغه نفسها، ان هي قايمه على الثقافه، هو شخص اصلا مطلع بشكل كبير، فبالتالي هو ملم بالايه، بالظاهره او موضوع البحث بتاعه. الكتابه الاكاديميه احنا بنعتبرها كتابه معقده، ودي حاجه مش سلبيه، بالعكس هي حاجه ايه، حاجه ايجابيه. معقده نتيجه لايه بقى؟ معقده نتيجه زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، ان هو في الجزء العلمي بتاعها هي بتستخدم الفاظ ومصطلحات ومفاهيم وتراكيب وجمل كده، هي ممكن تبقى خاصه بس ايه، او متعلقه شويه بناس ايه، بناس متخصصين قوي. مش لو انا لو انا هقدم المقال بالشكل اللي احنا بنقول عليه ده، ممكن للعامة هم أصلا ما يبقوش مدركين للمعاني والإيه والكلمات اللي موجودة فيه. كمان المقال بتاعي لازم يبقى فيه عندي حاجة اسمها السلامة اللغوية. ولو حد من حضراتكم شايف مثلا اختبارات بتاعة الخارجية في السنين اللي فاتت دي، على طول الخارجية المصرية بدأوا يجيبوا للولاد جمل أصلا، تمام، ويطلبوا منهم إن هم يطلعوا إيه الأخطاء اللغوية اللي موجودة في الجمل دي، الاخطاء بقى اللي هي مقصود بقى اخطاء نحويه يعني واملائيه. فانا لازم يبقى في عندي القدره على فكره الايه، السلامه اللغويه دي. يعني انا المقال بتاعي او اللغه بتاعتي هي خاليه تماما من الاخطاء الايه، من الاخطاء اللغويه. انا عارف استخدم الالفاظ في سياقها بالظبط، عارف الدلالات والمعاني بتاعت المفاهيم انا حاططها في اطارها بالظبط، عارف اركب الجمل ازاي بشكل صحيح، زي ما احنا هنشوف ايه، زي ما هنشوف دلوقتي ايه سريعا كده. كمان فكره الحذر، يعني ايه الحذر؟ يعني الكتابه الاكاديميه زي ما قلنا كده انا ما بستخدمش فيها عبارات قاطعه ولا تاكيديه ولا بستخدم فيها عبارات ادعائيه، يعني ما بدعيش حاجه. انا بقدر الامكان لازم يبقى في عندي ايه، الحاجه اللي انا هكتبها او النتائج اللي انا هتوصل لها، زي ما احنا قلنا لازم يبقى في عندي ادله واسانيد، هي اصلا بت ايه، هي بتبرهن او بتدلل على النتائج اللي انا ايه، النتائج اللي انا توصلت لها دي. كمان ببعد خالص طبعا عن فكره السخريه نفسها، سواء بقى من اشخاص، سواء من اعمال، سواء من ايه، من مواقف. فكره السخريه نفسها دي مش مقبوله خالص باي شكل من الاشكال في الكتابه الايه، الكتابه الاكاديميه. في انواع من الكتابات التانية هي قايمه على فكره السخريه، وفي فنون تانية هي قايمه على الفكره دي، بس انا عندي في الكتابه الاكاديميه ده لا، فكره عدم الانحياز، ان انا برضو ما ينفعش ان انا لاسباب مثلا ذاتيه او شخصيه او مثلا اسباب حضاريه او مثلا معتقدات دينيه او غيره، ان هو نتيجه للمعتقد بتاعي ده او الاسباب الشخصيه بتاعتي دي، ان انا من غير ما يبقى في عندي حتى يبقى في تحيز، ده مش مرفوض. بس فكره ان انا التحيز يبقى انا عندي اصلا سند ايه، سند موضوعي، سند عقلاني، مش مجرد بس فكره ان انا شايف كده، او مش مجرد ان انا علشان بنتمي لدين معين او جماعه معينه فانا شايف ان انا ده الصح، لا. تمام، فكرة برضو التنظيم زي ما احنا قلنا كده، ان انا في عندي اصلا مهارات متعلقة باخراج النص نفسه، ازاي انظم الايه، انظم النص بتاعي، زي ما هنيجي نتكلم كمان شوية صغيرين عن الهيكل العام. طيب لو جيت قلت سريعا كده،
ايه هي مهارات الكتابه الاكاديميه بتاعتي، زي ما قلنا كده مهارات متعلقه بالنص نفسه، ترتيب الافكار انا اعرضها ازاي، خلاص ان انا في عندي مقدمات والمقدمات دي زي ما قلنا كده بتنقلني لفكره تانية، في عندي تتابع في الافكار وغير كل الحاجات اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، في عندي حاجه اسمها مهارات التوثيق، ودي برضو دي محتاجه مثلا محاضرات كتير كده لوحدها، ان انا عندي اوريدي لازم ابقى عارف ان انا عندي انماط كتير من التوثيق، ايه بايه مثلا، ام ال ايه ايا كان، شيكاغو مثلا، دي كلها ايه، دي كلها انماط انا اقدر استخدمها في التوثيق. انا المهم عندي ان انا لازم ابقى عارف ان انا التوثيق او فكره الاقتباس ده، ان انا عندي اقتباس مباشر واقتباس غير مباشر. الاقتباس غير المباشر ده ان انا باخد فكره معينه من مصدر معين، بعمل لها اعاده صياغه واعاده تحليل وربط، بس هي اوريدي انا ما غيرتش ما ضفتش للفكره نفسها، فبالتالي لازم اشير لصاحب الايه، لصاحب الفكره او المصدر اللي انا باخد منه. الاقتباس المباشر ان انا باخد مثلا فقرات معينه بشكل مباشر زي ما هي كده تحديدا، وبحطها من ايه، من نص، احطها في النص بتاعي، ده اسمه اقتباس مباشر. برضو لازم في الاخر ان انا اعمل لها ايه، ان انا اعمل توثيق لان انا واخد الايه العبارات دي بشكل معين. والاقتباس المباشر له شروط برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفينها، ان انا ما ينفعش في الاقتباس في المره الواحده ان انا ازيد عن نص صفحه، ده حاجه كبيره قوي، كمان لازم احطه بين ايه، بين قوسين او علامات تنصيص علشان يبقى معروف ده ان اقتباس مباشر. لو انا مثلا عايز اخد اول النص واخر النص وفي النص الكلام مش هيدل على حاجه معينه، بحط مكانه ايه، مكانه نقط. طب لو انا مثلا بكتب بلغه عربيه والنص اللي انا خدت منه اقتباس مباشر هو نص مثلا باللغه الانجليزيه، هاخد النص ازاي؟ لما باجي اخد النص وهاخده كده على طول بشكل مباشر، وافترض ان انا بترجمه في المتن بتاعي، يعني بترجمه في البحث بتاعي، وبرضه احطه بين ايه، بين قوسين، وتحت في الهامش تحت خلاص، سواء بقى كان اند نوت او فوت نوت ايا كان اللي حضرتك هتستخدمه، يعني بقوم حاطط النص نفسه باللغه الاصليه بتاعته، يبقى في المتن بترجمه خلاص، وفي الهامش تحت بقى ايه، سوري، وفي الهامش تحت بحطه باللغه الايه، باللغه الاصليه بتاعته بقى، لغه انجليزيه، صينيه، ايا ايه ايا كان. دي كلها حاجات متعلقه بمهارات التوثيق. مهارات الاخراج والتصميم، ان انا لو انا بكتب مثلا حاجه متعلقه بالوورد، ابقى عارف ان انا استخدم الوورد بشكل كويس، ابقى عارف السبيس اللي بين الايه، السبيس اللي بين الخطوط عامل ازاي، ابقى عارف ان انا عندي العناوين مثلا بيبقى لها فونت معين وبولد معين، عندي عناوين رئيسيه، عناوين فرعيه، الشكل النص نفسه في الرسايد، ببقى عارف انا هو انا بستخدم اند نوت ولا فوت نوت، وعارف الفرق بينهم، فبالتالي عندي ايه، عندي شكل احنا بنقول عليه شكل اكاديمي مقبول للنص اللي انا ايه، للنص اللي انا بكتبه. المهارات والاساليب اللغويه، هستاذن حضرتك انا عندي متطلبات كتير لغويه طبعا، علشان ابقى حد متخصص وايه ومؤهل يعني للكتابه، حضرتك هنقلب بس يا دكتور معلش، لازم يبقى عندي مستوى متقدم من المهارات اللغويه نفسها زي ما قلنا كده، سواء كانت مهاره تحدث، السلايد اللي بعدها يا دكتور علي معلش، سواء كانت مهاره تحدث مثلا او مهاره استماع، مهاره كتابه مثلا، دي كلها لازم يبقى ايه، انا اقدر ابدا اشتغل عليها، هما الايه المهارات الاربعه دي بشكل ايه، بشكل اساسي. لازم يبقى في عندي حاجه اسمها استخدام صحيح للالفاظ والمفردات، يعني انا عارف ان المصطلح ده بيستخدم للدلاله بشكل معين، والمفرده دي بتستخدم للدلاله بشكل معين. في عندي كمان سلامه المعاني والدلالات، ودي برضو مش هنقدر يعني مش هقدر اخد فيها وقت كتير، بس اللي انا عايزه اقوله لحضراتكم ان احنا عارفين ان كل المفهوم نفسه اللي هو عندنا 3 تعريفات، في عندي حاجه اسمها المعنى اللغوي، يعني معنى المصطلح نفسه او المفهوم زي ما ورد في القواميس بتاعه اللغه، يعني في عندي حاجه اسمها المعنى الاصطلاحي او التعريف الاصطلاحي، يعني زي ما هو موجود في التخصص او الحقل بتاعي، وفي عندي المعنى الاجرائي، ان انا بحاول ان انا احول المفهوم ده لمؤشرات قابله للقياس، ومع الاخذ في الاعتبار ان مش كل المفاهيم طبعا ايه اقدر احولها ان هي تقاس بشكل ايه، بشكل اجرائي، لازم ابقى عارف سياق النص نفسه علشان المعنى ممكن يختلف من سياق لايه، من سياق لاخر يعني. كمان من الحاجات المهمه ان انا التركيب الصحيح للجمل، وزي ما احنا قلنا كده اللغه حسب، سواء كانت لغه اجنبيه سواء كانت لغه ايه، اللغه العربيه بتاعتنا، ابقى عارف ان انا اركب الايه، اركب الجمل ويبقى لها دلاله بشكل ايه، بشكل معين. البناء الصحيح كمان للفقرات نفسها، وابقى عارف ان انا عندي في فقره او فكره رئيسيه دي احنا بنقول عليها المين ايديا،
وفي تحتها فقرات هي بتدعم الفكره الايه الرئيسيه دي كلها، ابقى عارف ايه التولز اللي انا ممكن استخدمها علشان وانا بكون فكره هقدر اعبر عنها في فقرات معينه. الاستخدام الصحيح لادوات الربط، يعني الادوات اللي انا ايه، ودي متعلقه شويه بالايه باللغه نفسها، لازم يبقى عندي صياغه قويه للعناوين، عندي صياغه صحيحه للفرضيات اللي انا بستخدمها، عندي استخدام زي ما قلنا كده صحيح للمفاهيم، الارقام بتاعتي لو في ارقام جوه النص نفسه او رموز او ايضاحات او حتى الاختصارات اللي احنا بنستخدمها علشان تعبر على حاجه. انا ما ينفعش ان انا استخدم لاول مره كده مثلا فيما يخص الاختصارات، ما ينفعش ان انا استخدم لاول مره على طول الاختصار نفسه، وليكن مثلا انا بتكلم على اليونايتد نيشنز، فانا ما ينفعش اجي اقول ايه اول مره هذكر فيها الجمله المتعلقه مثلا بالامم المتحده اقوم كاتبه يو ان، لازم في الاول اول مره خالص ان انا بستخدم المصطلح كله يعني على بعضه بشكل ايه بشكل سليم او صحيح يعني، وبعد كده بشير ان المصطلح ده الاختصار بتاعه اليو ان، فبالتالي بعد ايه بعد كده جوه البحث خلاص القارئ عرف ان اليو ان دي بتشير للايه بتشير للاختصار الامم المتحده. لازم فكره الجداول والاشكال ابقى عارف هي اصلا بتتعمل ازاي، وابقى عارف مثلا الجداول انا جوه الرقم بتاع الجداول بيبقى فوق على الجدول نفسه، مثلا الرقم بتاع الشكل والمحتوى بيبقى تحت الشكل نفسه، المصدر لازم يبقى فيه عندي كمان فكره المغالطات، يعني ان انا لما اقرا نص زي ما احنا لسه كنا بنتكلم على تحليل نص المغالطات هنا، هل هو فعلا اعتمد على فكره التحليل وهل هو بيقدم لي فعلا استنتاجات منطقيه، انا قادر ان انا اعمل نقد للنص اللي ايه اللي قدامي، قادر ان انا اظهر الشخصيه بتاعتي اللغويه نفسها، عندي قدره على فكره سلامه التشكيل والتنقيط والهمزه، وابقى عارف احمد مثلا همزه فوق مش عارفه ايمان همزه تحت، ابقى عارف ايه الفرق مثلا بين الياء والالف الممدوده، ودي كلها تفاصيل مهمه جدا 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 احنا لازم ناخدها بايه بعين الاعتبار. وفي عندي اصلا في لو حضراتكم بترسموا مثلا مجلات او حاجات معينه، في عندي اسره تحرير، ممكن اصلا اسره التحرير او المهمه الاساسيه بتاعتها فكره الايه ان هي بتعمل شيك على كل الحاجات دي، اللغه نفسها سليمه من الاول خالص ولا لا، الموضوع مثلا في اطار تخصص المجله بتاعتي ولا لا، دي كلها حاجات ممكن اصلا حتى من قبل ما البحث يتبعث للتحكيم ممكن يبقى عليها ايه ممكن عليها يبقى عليها ملاحظه. اخر حاجه وانا اسفه ان انا طولت على حضراتكم، لما باجي اعمل اي مقال لازم ابقى عارف، هستاذن حضرتك يا دكتور ان احنا هنقلب السلايد، بس لازم ابقى عارف ان انا عندي هيكل عام للمقال ده، لازم يبقى عندي مقدمه يبقى عندي متن ويبقى عندي ايه خاتمه، لازم تبقى ماشيه ده التسلسل بتاع عرض النص زي ما بقول لحضراتكم. المقدمه دي بستعرض فيها الفكره البحثيه بتاعتي او وجهه ايه او وجهه نظري، بحاول كمان ان انا اقدم للافكار اللي انا هستند اليها علشان اثبت وجهه النظر دي، اما المتن بقى متن البحث نفسه اللي هو جوهر الايه جوهر الموضوع، وده بيبقى ايه بيشتمل على كل المعلومات بقى والمصادر اللي انا بدات اعمل لها تحليل وربط وايه والى اخره، ببدا اقسمها مثلا في شكل ابواب وبعدين فصول مثلا وبعدين مباحث، او فصول ومباحث مثلا ومطالب إيه حسب التقسيمه اللي انا هعتمدها، بعد كده بوصل للخاتمه بتاعتي، الخاتمه بتاعتي دي بتبقى جمله استنتاجيه، انا استنتجت بقى بناء على الموضوع اللي انا بتكلم فيه استنتاج معين، او ان انا ممكن اذكر في الخاتمه مثلا افكار او اشياء ساعدتني على ان انا اقدر اوصل للاستنتاج ده، ممكن الخاتمه بتاعتي تبقى عباره عن سؤال انا بسيبه كده علشان ايه ذهن القارئ يبدا يشتغل فيه الى غيره. لازم يبقى في عندي السلايد الاخير يا دكتور معلش، لازم يبقى في عندي طبعا قائمه مراجع انا بايه بالحقها بالبحث بتاعي، وقائمه جداول لو انا اوريدي استخدمت جداول في البحث او المقال بتاعي، وقائمه اشكال يبقى في عندي قائمه ايه ملاحق، ده لو كله ايه ده لو هو موجود، يعني قائمه المراجع دي اساسيه، الجداول والاشكال والملاحق على حسب هي ايه حسب انا استخدمتها في المقال بتاعي ده ولا ايه. طيب هستأذن حضرتك يا دكتور، انا كده خلصت، لو في اي حد من حضراتكم عنده اي سؤال الماتيريال طبعا هم هيوفروها لحضراتكم ان شاء الله، هنلاقي فيها كل الاجزاء دي هنغطيها بشكل اساسي يعني، فانا منتظره لو في اي حد من حضراتكم عنده اي اسئله. دكتور انا بنعم ممكن سؤال ممكن سؤال السلام دكتورة عليكم. دينا؟ عليكم السلام. اولا نشكرك على هذا
المحاضرة يعني الغنية بمجموعة من المعلومات. فقط هناك يعني تفاعل مع هذه يعني المحاضرة. نعلم أنه وأربطها بالمحاضرات القادمة، يعني نعلم أن الذكاء الصناعي دخل كذلك المجال يعني العلمي والأكاديمي، بالتالي أصبح يعني البحث العلمي الأكاديمي أمام يعني التزوير، وكذلك يعني غياب الأمانة في التوثيق، ويعني واعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث من الألف إلى الياء، يعني مقدمة وكذلك يعني المحاور والتقسيم يعني بأكمله وكذلك المراجع. وقد تكون هذه المراجع يعني حقيقية وقد تكون يعني مزورة. يعني ألم يعني يعني أن يعني الكتابة الأكاديمية وكذلك العلمية أصبحت أمام يعني معضلة خطيرة، يعني تضرب بمصداقية يعني البحث العلمي، وكذلك يعني الرؤية النقدية للباحث، وكذلك تبيان يعني شخصيته في يعني في الكتابة الأكاديمية والعلمية. عموما هذه كانت تفاعل مع يعني مع هذه المحاضرة، والتبيان يعني الخطر الذي أصبح يتربص بالبحث العلمي بسبب الذكاء الاصطناعي. شكرا. شكرا يا دكتور فايد. هو انا طبعا متفقه مع حضرتك جدا، بس لو احنا خدنا بالنا طول المحاضره، انا برضو اوريدي انا عندي مهارات ومتطلبات هي متعلقه بالعقل البشري بشكل مباشر جدا. يعني مهما احنا وصلنا في فكره التقنيات الخاصه بالذكاء الاصطناعي، انا ممكن اقول على حضرتك مثلا ممكن تساعدني فعلا في ان هي تطرح لي مثلا افكار معينه، ممكن تساعدني مثلا في فكره التوثيق نفسه، ان انا زي ما قلت لحضرتك انا عندي مثلا انماط كتير من التوثيق، اي بي ام ال اي ايا كان، فانا هدخل البيانات مثلا بتاعت المرجع بتاعي وهي هتعملها لي مثلا بطريقه معينه. ممكن تساعدني مثلا في ترجمه، ان انا اوريدي يبقى عندي نص معين وهي هترجمه لي بشكل او باخر. ممكن مثلا تساعدني فكره مراجعه الدراسات السابقه زي ما احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي، يعني في اصلا ادوات ذكاء اصطناعي انا ممكن اوفر لها المرجع بشكل معين وهي تخش تعمل لي زي تحليل مضمون سريع كده وتديني اهم الافكار عن الايه عن الموضوعات. بس فكره الربط والتحليل والتفسير والتنبؤ والالمام، وان انا يبقى عندي ثقافه وخلفيه بالموضوع نفسه، وان انا قادر ان انا اجزء الموضوع وقادر اعرف ايه هو مستوى التحليل اللي انا عايز اعتمد عليه، يعني في ابعاد كتير قوي هي منوط بيها الانسان بشكل مباشر مش هتتوصل ليها الاله ايا كان. هو في الاول وفي الاخر هي الذكاء الاصطناعي هو بيعتمد في الاول وفي الاخر على داتا هي داخله للبرنامج او الاداه نفسها، خلاص. علشان كده بسهوله جدا 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 بيتم كشف الابحاث اللي هي معموله بتقنيات الذكاء الاصطناعي بسهوله جدا. يعني لو حضرتك قرات كده على طول حضرتك هتستشف لا ده مش مجهود بشري، ده مجهود، ده حاجه زي ما احنا دلوقتي بنشوف الافلام، بنشوف الصور، بنشوف حاجه معينه، فنبقى عارفين ان في حاجه مش طبيعيه في الموضوع، يعني ده مش عمل انساني بشكل ايه بشكل مباشر يعني. فانا ده رايي في الموضوع، ان هو في فعلا هي هتوفر حاجات كتير في الجهد البحثي بشكل معين، تمام، وخاصه في العلوم الاجتماعيه يعني. بس في نفس الوقت في حاجات هي هتزال وسوف تظل هي مرتبطه بالانسان كباحث كمحلل كحد متخصص. انا مع حضراتكم لو في اي حد من حضراتكم عنده اي اسئله برضه الدكتور علي بن سؤال، اتفضل. كيف يؤثر الجمهور المستهدف على خصائص الكتابة الأكاديمية؟ وهل يمكن خفض المعايير لملائمة الفئة المستهدفة؟ وإلى أي حد يمكن ذلك؟ طيب انا بشكر حضرتك على السؤال. هو مش هل يمكن، هو لازم، يعني هو لازم وضروري ان انا بحاول بقدر الامكان ان انا بشوف ايه الجمهور نفسه المستهدف بالورقه بتاعتي او الجهد البحث بتاعي اللي انا بعمله، تمام. علشان كده زي ما قلت لحضرتك في اول المحاضره خالص، انا عندي انواع كتير مختلفه من الاوراق البحثيه، يعني انا ما عنديش نمط واحد للاوراق البحثيه اللي بتقدم في اطار مثلا العلوم السياسيه. فلو انا مثلا جيت بفترض على رساله مثلا ماجستير او دكتوراه،
فهي اوريدي الجمهور المخاطب لجنه المناقشه والناس اللي هتبقى حاضره السيمينار، فهم اوريدي ناس متخصصين، فانا بتكلم بلغه معينه متعلقه بالتخصص او العلم نفسه. طيب نفس الشخص اللي عامل رساله الماجستير او الدكتوراه ده، هو عامل مثلا مقال تحليل راي كده عن حدث بشكل مثلا يومي، فبالتالي المقال ده هيبقى معروض مثلا في مجلة يومية أو جريدة هيقراها عامة الناس، وهيقراها برضو الناس المتخصصين. فأنا لازم أخد بعين الاعتبار الإيه؟ الاعتبار الجزء ده، إن أنا القارئ بتاعي اللي أنا بستهدفه لازم يبقى فاهم اللغة بتاعتي، تمام؟ ما بعلاش، علشان إحنا كده بقول أنا ما بعلاش على القارئ، يعني أنا مش لما باجي أقول إن حضرتك اللغة بتاعت الكتابة الأكاديمية هي لغة معقدة ومكثفه، دي المقصود بيها زي ما قلت لحضرتك ان هي بس عشان مرتبطه بتخصص، فبالتالي هي محتاجه ناس معينه ان هي تفهم. طيب انا كمتخصص رايح اخاطب جمهور اصلا هو مش ناس مش متخصصين مثلا، انا لازم اخد بعين الاعتبار ده، انا ما بنزلش قوي مستوى الكتابه بتاعتي، وفي نفس الوقت انا ما بوصلش لنفس مستوى التعقيد او الالتزام بكل المعايير اللي احنا اتكلمنا عليها دي، بناء على الايه؟ بناء على الجمهور. مثلا في عندنا حاجه اسمها ورقة السياسات، ورقة السياسات دي ان احنا مثلا كباحثين ومتخصصين مفترض ان احنا بيبقى في عندنا ظاهرة معينة عايزين نقدم لصانع القرار نفسه، وليكن مثلا وزير او ايا كان، عايز اقدم لصانع القرار حلول او سياسات مطروحة وهو ممكن تستخدم كحل للمشكلة دي. خلاص، ما ممكن صانع القرار ده اصلا ما يبقاش، يعني هو مش دكتور مثلا متخصص في العلوم السياسية، انا مثلا انا مقدمة ورقة سياسات متعلقة مثلا بقطاع تمكين الشباب او تمكين المراه او ايا كان، وهقدمه في المجلس القومي مثلا للمراه او وزاره الشباب والرياضه ايا كان. الشخص اللي مسؤول عن وزاره الشباب والرياضه مثلا عندنا في مصر ده استاذ مثلا تربيه رياضيه، هو اوريدي ما يعرفش يعني صنع القرار مثلا، وما يعرفش يعني مش عارفه سياسات ايه وايه رايح فين والحاجات دي كلها. فانا حتى وانا بخاطب حتى لو هو شخص مسؤول، انا برضو باخد في عين الاعتبار الجزء ده، ان الورقه بيبقى لها شكل معين، حتى انا ما بستفيدش قوي في التشخيص والاسباب لا انا بعمل تشخيص صغير للظاهره، بخش على طول على الايه؟ على السياسات والسياسات البديله، وايه اللي ايه الادله اللي هي بترجح لي السيناريو ده، وايه اللي ما بيرجحش السيناريو ده، وهكذا. فانا يعني اجابتي على حضرتك مش هل يمكن، لا هو لابد ان انا كباحث او كمحلل ان انا بدرس مع الفكره بتاعتي كمان، اي الفكره دي مطروحه على مين، يعني مين اللي هيقراها في الاول في الاخر، فبالتالي انا هبدا ان انا ايه اعبر عنها ازاي. في حد من حضراتكم بيقول لي المراجع زي الكتب عندما اخذ منها المعلومه، علما بان المؤلف اخذ من مراجع اخرى مكتوبه اسفل الصفحه في الكتابه عده في الكتاب عده مراجع، وانا ارفقها كما هي المراجع الاخرى، هل تصبح سرقه علميه، وكذلك على المعادلات الرياضيه والرسومات البيانيه؟ طبعا 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 طبعا. بص، هو لا يعيب، علشان بس احنا عندنا كده ايه، عندنا مشكله، هو لا يعيب خالص، لا يعيبني انا كباحث او محلل يعني ان انا ابقى بستند اصلا لمصادر ومراجع كتير، بالعكس ده معناه ان انا حد رجعت الايه ان انا دورت كويس، وان انا بحثت بشكل كويس، وان انا جمعت مصادر ايه من اماكن مختلفه وهكذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا بنقول كده نصا في مناهج البحث لا يجوز الاقتباس من الاقتباس، دي كده قاعده معروفه، لا يجوز الاقتباس من الاقتباس. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا دكتور لبنى بعمل مثلا رساله في القانون الدولي، فانا اول واحده رجعت في موضوع الرساله بتاعتي مثلا لدكتور عبد السلام خلاص، او لدكتور فاطمه مثلا، فانا رجعت لهم في الفكره دي او الفقره دي، ووثقت تحت وكتبت ايه دكتور فاطمه كذا كذا خلاص. جه مثلا دكتور علي عايز يعمل حاجه برضو في القانون الدولي، بس هو ايه قرا المصدر او المرجع بتاع دكتور لبنى نفسها، فلما جه خد الفكره اللي دكتور لبنى عرضها قام ايه قايل ده دكتور لبنى خدت الفكره دي من دكتور فاطمه، فخليني اكتب على طول ان انا واخدها من دكتور فاطمه. دي طبعا سرقه علميه قولة واحده. طيب مين اللي هيبقى مضرور فيها اكتر؟ المضرور فيها حضرتك، مش عشان اي حاجه. اولا انا لازم انا كباحث اتوثق جدا او اتاكد جدا من المصادر اللي انا باخد منها، فاصلا اوريدي ممكن دكتور لبنى نفسها اللي كاتبه ان هي رجعت لدكتور فاطمه ممكن ما تكونش اصلا رجعت لها، يعني ممكن وممكن اصلا ما يكونش في حد اسمه فاطمه عمل البحث ده، زي ما استاذ او دكتور سهيلي كان بيسال دلوقتي في الذكاء الاصطناعي، وهو في مراجع ممكن تتضرب بشكل معين او ايه او غيره.
خلاص. الحاجة الأهم من ده كله إن الخطأ البشري وارد. يعني إيه الخطأ البشري وارد؟ يعني أنا مثلا ممكن وأنا بنقل من دكتور فاطمة، وبمناسبة بقية السؤال بتاع حضرتك، مثلا حاجة رسومات بينية أو رياضية، أو وأنا بنقل معادلة مثلا غيرت في حرف معين، وأنا بنقل المعادلة مثلا هي المفترض تبقى 10 وأنا حطيت 0 وما كتبتش الواحد، فأنت حضرتك خدت الخطأ اللي أنا خدته بالظبط وكتبته عندك خلاص ورجعت وثقت تاني. فاحنا بنقول عليها ساعتها، هنا بنقول عليها حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها خطا المنهجيه وحاجه اسمها ايه منهجيه الخطا. يعني ايه خطا المنهجيه؟ ده ان انا اطبق حاجه بشكل غلط، ده وارد. منهجيه الخطا بقى ان انا يبقى في عندي خطا ونبدا نتنقله. حضرتك نقلته عن لبنى، ولبنى نقلته مش عارفه عن مين وعن سين وعن صاد، لحد ما الخطا نفسه هو اللي اصبح ده الايه، ده المنهج. فاحنا بنقول عليها دي اسمها منهجيه الايه، منهجيه الخطا. فلو انت عايز تنقل مثلا من فاطمه، وانت شفت فاطمه دي عند لبنى، الاليه الوحيده ان حضرتك تروح ترجع لفاطمه نفسها علشان تتاكد ان فاطمه قالت ولا لا، او في فاطمه اصلا موجوده ولا لا. غير كده دي طبعا اسمها سرقه علميه. طيب الرسوم والبيانات برضو انا لسه قايله لحضرتك، هو مش عيب لحضرتك خالص ان يبقى في مثلا تقرير صادر عن حاجه معينه، او ان هو في شخص معين عمل مثلا بيان لحاجه او تحليل معين، وحضرتك خدت الحاجه دي زي ما هي وكتبت ان المصدر ده مثلا لبنى غريب هي اللي عاملاه، ايه المشكله خالص؟ بالعكس، اصل مش هيضيف لي مثلا اي حاجه ان انا اقول ان ده اعداد الباحث مثلا، مش هيضيف لي اي حاجه خالص، ولا هيضيف لي مثلا ان لبنى هي اللي خدت الصوره ده من التقرير، وانا قمت رايح ايه، وانا قمت رايح كاتب وكتبت ان انا اللي خدت من التقرير، برضه مش هيفرق، مش هيفرق في حاجه. بالعكس، هي انا سرقه وسرقه ملهاش اي فايده. انا اسفه ان انا طولت على حضرتك جدا، انا اسفه يا دكتور علي.